عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وملعب الأهلي. النهاردة تكملة الأسبوع الخامس بلقاء وحيد جمع ما بين إنبي والزمالك. الزمالك يكرر سيناريو 21/10/2008 على حساب إنبي لما نجح عن طريق جونيور وأحمد مجدي وعمر الصفتي وشريف أشرف إن هم يتفوقوا للزملكاوية على حساب إنبي 4-1، وكان هدف إنبي الوحيد أحرزه وقتها عبد الله رجب. السيناريو يتكرر بعد 10 سنين لإنبي مع الزمالك. الزمالك تسيد اللقاء من بدايته لنهايته، يعني الزمالك لعب 4-2-3-1، كان موفق جدا جدا، معظم أوقات اللقاء. الكلام اللي هنتكلمه مع حضراتكم بالتفصيل مع نجومنا كابتن ماهر همام، كابتن محمد حشيش، وكابتن أحمد بلال. يبقى الزمالك بيتفوق بنتيجة كبيرة جدا جدا على حساب إنبي. إنبي اللي هو معظم نجومه ومعظم لعبته المميزين من إنبي السنة دي، وخالد متولي الله يكون في عونه، الراجل هيشتغل إزاي في ظل طبعا عناصر جديدة وعناصر حتى القديمة يعني معظمها كبير جدا في السن. لكن قدر الزمالك النهاردة عن طريق كاسونجو وابراهيم حسن، وكان قبلهم محمود علاء من ركلة الجزاء، وابراهيم حسن كان جاب هدف الثالث، وكمان صلاح سليمان يعني كان احرز هدف بطريق الخطأ طبعا في مرمى. اللقاء اللي اداره تحكيميا محمد معروف. محمد الكرة دي انا مش شفتهاش، دي كانت النتيجة كام بس لان انا تأخرت ربع ساعة عن الماتش. وحياة أبوك الكرة دي ما اتحسبتش. يا نهار اسود، يا نهار اسود، لا عيدها تاني، بس ما شفتش أول ربع ساعة. يعني أنا جيت كده يعني على جول محمود علاء على طول. يا نهار اسود، ده جنش عرف السيد ده؟ قولوا لي بس الله يخليكم، عرف السيد. اوكي، كانت 0-0. محمد معروف ده في على فكره الخطا ده من الصوره طبعا، اتجاه الكره خلاص مع عرف السيد، دي طبعا صوره واضحه جدا، ودفعتين، هو خطاين باليد وبالقدم. والقانون الجديد عشان تبقوا عارفين بس، لان احنا كل شويه هنقوله بنحاول نقرا فيه شويه، لو الجول باليد دفع حد باليد طرد، لو دفع حد باليد طرد. طيب، يبقى الكره دي طبعا بتغير في سيناريو اللقاء، وخصوصا لما يكون إنبي مش في حالتها المعتاده بتاع كل سنه، يعني الركائز الاساسيه مش موجوده عندها، تفرق بالكثير. نقطه تحول ممكن تكون نقطه تحول، لكن كل اللي انا اتفرجت عليه حق ربنا يتقال، يعني معظم اللي انا اتفرجت عليه الزمالك كان متفوق جدا جدا، لعبته حتى في عن طريق الاهداف. كاسونجو جاب جول كويس قوي، ابراهيم حسن صبر على الكوره بتاعته صبر كبير جدا في منتهى الهدوء، كان مميز جدا وهو بيحرز الهدف الثالث. محمود علاء هي ركله الجزاء لحازم امام صحيحه 100%، يعني يمكن عبد الرحمن عامر كان حاول ان هو يلم رجله كده، لكن الصدام حصل، صدام ما بين حازم امام وعبد الرحمن عامر حصل، فبالتالي هي ركله الجزاء صحيحه لنادي الزمالك، احرز منها محمود علاء. هتقول لي حازم امام كان رايح كده كده يقع، الصدام حصل ولا ما حصلش؟ حصل. فاذا ده حاجه في القانون بيسموها يعني تهور حصل من عبد الرحمن عامر، كان على قصره، تم احتساب ركله جزاء. انا من وجهه نظري انها صحيحه لنادي الزمالك 100%. وبعديها ابراهيم حسن بكره مررها مش تسلل ولا حاجه، ولا حتى كاسونجو تسلل، الكره جول صحيح 100%، والهدف الثالث والرابع عن طريق ابراهيم حسن وكاسونجو، فالزمالك تسيد اللقاء. لكن الكره ديت انا ما شفتهاش في البدايه يعني، لكن طبعا ركله الجزاء صحيحه 1000000%. ويعني الناس، انا مش عايزكم تستعجلوا دايما في تقييمك للحياه، ما تستعجلش خالص. اللي جاي هيوري لك، لو صبر القاتل على المقتول هيموت لوحده، هتشوف حاجات كتير. واللي طلبوا في بالفار من فتره كده يعني ما ينسوش مطالبتهم بالفار. حتى في حاجه طبعا النهارده لازم اقولها، يعني الناس اللي انتقدت مصعد عوض وما خرجتوش من بيته، النهارده بتقولوا على صلاح سليمان ايه؟ بيبيع سبح؟ دي الكوره، الكوره كده، لا ده قاصد يعني يخلي فرقته تخسر، ولا ده قاصد يجيب جون في نفسه، لا ده قاصد يخلي فرقته تبقى متاخره
ولا ده قاصد يخلي فريقته تزيد هزيمتها في الاجوان او محصلتها تبقى اهداف كتيره. يعني بعد الجول اللي احرزه صلاح سليمان النهارده كل الناس اللي مسكت مسعد عوض وما يصحش ويصح ويصح وما يصحش وازاي يلعب وازاي ما يلعبش النهارده ايه صلاح سليمان بيبيع سبح. هي دي الكوره يا جماعه، ما تستعجلش وما تخونش ناس، وما فيش لعيب ولا في حكم ولا في محمد معروف مش موفق في ضربه الجزاء اللي انا شفتها ديت. دي واضحه جدا الاثنين ضربه جزاء على جنش بالدفع وبالرجل، لكن في النهايه الزمالك استحق المكسب. استحق المكسب طبعا، كان احسن، كان احسن طبعا، محدش يتكلم. لكن مفيش حكم يعني هيبقى عايز يأذي نفسه، ولا في حكم عايز لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله ان هو في نيته حاجه مقصوده يعني، ولا عايز يخلي شكله وحش. لكن انا اقول لكم يعني كابتن محمد معروف هو راجل بيتفائلوا بيه الزملكاويه في ماتشات انبي. يعني السنه اللي فاتت الدور الاول اتعادل انبي مع الزمالك، الدور الثاني مش فاكر النتيجه عشان بس ما اقولش حاجه غلط يعني، لكن من سنتين كان الزمالك تفوق على انبي وكان اللي بيدير اللقاء كان محمد معروف، فتفاؤل بوجود كابتن محمد معروف. ف ده مختصر اللقاء النهارده، هتكلم مع حضراتكم مع نجومنا كمان كابتن ماهر امام وكابتن محمد حشيش وكابتن احمد بلال. مش الدوري ياما هتشوف في اخطاء وارده هتبقى للزمالك، وفي اخطاء وارده هتبقى على الزمالك، وفي اخطاء وارده هتبقى للاسماعيلي، واخطاء وارده هتبقى على الاسماعيلي، واخطاء وارده للمصري، واخطاء وارده على المصري، واخطاء وارده واختار وارده على الاهلي، واختار وارده على الاهلي. امبي كسب الزمالك في الدور الثاني السنه اللي فاتت كام كام ايش؟ اوكي. على العموم على العموم دي نتيجه اللقاء الوحيد اللي اتلعب النهارده من الاسبوع الخامس. الزمالك يتفوق على انبي نفس السيناريو 21/10/2008 بيتقرر النهارده. الاهداف مره ثانيه لمحمود علاء وصلاح سليمان في مرماه، وكمان ابراهيم حسن اضاف الهدف الثالث، وكان كاسونجو اضاف الهدف الرابع، ومحمد زكريا شيكا المنتقم من فاركو لانبي كان احرز الهدف في الدقيقه 92 اللي هو بقت 4-1. يبقى دي ثاني نتيجه في تاريخ الفرقتين الكبيرة قوي من ساعة ما انبي صعد من حوالي 15 سنة من دلوقتي، 4/1/2008 و4/1/2018. ردود أفعال كبيرة جدا معانا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة قناة الأهلي، من لاعب الشهر اخترته وليد أزارو امبارح. النهاردة سؤالنا هيبقى مين اللاعب اللي ممكن يعوض غياب عمرو السولية؟ تعرفين طبيا خلاص عمرو السولية ممكن يغيب من 3 لـ4 أسابيع على حسب ما قال الدكتور خالد محمود دكتور النادي الاهلي رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي. مين ممكن يعوض غياب عمرو السولية؟ تابعونا بقى وشاركونا وقولوا لنا، واحنا على طول يعني على طول على طول هنبدا بيها النهارده. واقول لكم مين سريعا يعني. مجنونه الاهلي اكيد اكرم توفيق، ربنا معاه والله لاعب كويس جدا. عابدين محمد، هشام محمد اكيد، علا حماده بصراحه ما فيش، بس ممكن احمد فتحي، محمود ملاك، اكرم توفيق. محمود بيقول هشام محمد او اكرم توفيق وهم اللي استطاعوا تعويض غياب عمرو السولية. شاب مصري، اكرم توفيق، احمد توفيق، اكرم توفيق واحمد فتحي اسف، وهشام محمد، لولو محمود، هشام محمد او احمد فتحي، بيسو احمد فتحي ومحمد هاني. محمود ملاك، محمد هاني هيبقى باك رايت المنتخب، يبقى احمد فتحي يخش نص ملعب، ده راي بيسو. محمود ملاك، اكرم توفيق، محمد سيد اكيد هشام محمد هو الافضل، احمد عبد الفتاح، اكرم توفيق. رؤيه، مفيش حد يعوض غيابه السولية، مفيش زيه، بس ممكن يبقى اكرم توفيق. ناصر، اكرم توفيق. فاطمه محمود بتقول احمد فتحي. حسونه، اكرم توفيق. احمد فتوحه، اكرم توفيق ان شاء الله وربنا يوفقك يا ابو السيد. محمد هشام، محمد مختار هشام محمد، بس اهم حاجه ياخد الثقه من المدرب وياخد ثقه في نفسه وقدراته وهيكون حاجه عاليه قوي. بسمه حلمي، احمد فتحي لو غاب حسام عاشور واكرم توفيق مكانه السولية، وهاني مكانه مكان فتحي في المنتخب. ايمان رجب، اكرم توفيق اهلاويه وافتخر، احمد فتحي، هشام محمد وعلي احمد. وعلى اي حال كل توفيق للي هيلعب. الحاج عيد، احمد محمد، اكرم توفيق.
قد ايه عمرو السولية مهم جدا في لعيبه النادي الاهلي وخط وسط النادي الاهلي. الاهلي بيبقى في حاله وبيبقى في حاله ثانيه خالص في وجود عمرو السولية. مروه محمد، اولا كل سنه وانت طيبه، وانا بتاسف لك جدا جدا على المستوى الشخصي لان انا قريت اسمك امبارح مروان. هي كتبت النهارده حاجه ظريفه جدا جدا، انا عايز اقراها بس كده. قالت تقريبا دي اغلى هديه او اغلى هديه جات لي في يوم عيد ميلادي. من يوم، طب اداني في الشاشه القريبه. طيب الله يخليك، يعني يا ابني انا داخل على 41 سنه يا حبيبي. تقريبا دي اغلى هديه جات لي يوم عيد ميلادي، من يوم ما اتولدت وجت في اليوم ده بالصدفه البحته، ان اشوف اسمي على شاشه قناه الاهلي ولو لمده ثانيه، حتى لو اتقال مروان عادي انا راضيه. لا انت مروه، واحلى مروه كمان، مروه محمد. الف الف يعني مبروك على وجودك معانا، دي حاجه تشرفنا، وكل سنه وانت طيبه. واحنا اللي اسفين اللي قررنا امبارح ان مروان مش مروه. كل سنه وانت طيبه مره ثانيه يا مروه. طيب زي ما قلت لحضراتكم عن طريق صفحتنا على فيسبوك، صفحه قناه الاهلي. والحقيقه امبارح برضو لما طرحنا سؤال مين لاعب الشهر، كان عندنا احنا من خلال ارقامنا كان في عنصرين مهمين جدا جدا الحقيقه. كان في علي معلول وكان في كمان عمرو السولية بيتنافسوا تنافس رهيب مع وليد ازارو من خلال الارقام. الارقام زي ما دايما بتدلك على النتائج. علي معلول لعب 6 مباريات، اكتر من ارسل كرة عرضيه، يعني اكتر واحد عمل كره عرضيه 57 كره عرضيه في الـ6 مباريات. عدد الدقائق 540. اكتر واحد عمل كرات عرضيه صح 15، جاب جول، تمريرات طوليه 32، عمل 4 اهداف، محاولات على المرمى 4، ساهم في اهداف 5، حصل على اخطاء 9، عمل لزملائه 12 فرصة. لعب في 3 مراكز، ظهير أيسر وجناح أيسر ولعب وسط ثالث لما كانت الطريقة بتتغير من 4-2-3-1، لعب باك ليفت ولعب كمان في 4-2-3-1 كجناح أيسر، ولعب لما كان الأهلي في فترة لعب 4-3-3. دي كانت أرقام علي معلول وهي أرقام مميزة قوي، لكن فعالية وليد أزارو حسمت اللقاء من خلال رأينا ورأي الكباتن، كان كابتن حمادة صدقي وكابتن عادل طعيمة امبارح وكابتن شريف عبد المنعم، كلهم اجمعوا على وليد ازارو، ورايكم انتوا كمان اجمع على وليد ازارو. مين اللي ممكن يعوض غياب عمرو السولية من خلال ارائكم، من خلال مشاركتكم معانا، واحنا كمان هيبقى لينا اكيد راي. هنحاول نشرككم دايما مع بعض او نشرك مشاهدينا او متابعينا سواء كان في البرنامج او على الفيسبوك دايما في الاراء والاقتراحات. طيب بكره الاهلي هيلعب مباراه مهمه جدا جدا مع الانتاج الحربي، ومباراه الانتاج الحربي مع الاهلي بتبقى صعبه وساعات بتمتد لحد الدقيقه 80 85 و87 كمان. وما تنسوش السنه اللي فاتت كانت النتيجه 1-2-1 و2-1، يعني النتيجه هي الدور الاول 2-1، ودي كانت اول مباراه بعد نهائي افريقيا بعد مباراه الوداد، وكان التعادل هو سيد الموقف لحد الدقيقه 78 او 77 لم تخل الذاكره يعني كده. ووليد ازارو جاب هدفين، الهدف الاول والهدف الثاني، وقدر الاهلي يتفوق على الانتاج الحربي في الدور الاول 2-1. الدور الثاني سبحان الله هي نفس النتيجه، الاهلي تفوق على الانتاج الحربي برضو 2-1. الاهداف كانت لاحمد حمودي لو حضراتكم متذكرين، وكان اجاييه جاب الهدف الثاني، ربنا يرجعه بالسلامه باذن الله تعالى. لكن المباراه برضو امتدت، كان خالد قمر احرز هدف التعادل من ركله الجزاء، الله يمسيه بالخير بقى كابتن محمد فاروق، مساء الفل ابو الكباتن، يعني وحشني طبعا، واحد من الناس اللي انا بحترمها جدا وبقدرها، لكن طبعا كان في اليوم ده مش موفق خالص معانا، كان في ركلتين جزاء واضحين جدا، لكن كابتن محمد فاروق واحد من علامات التحكيم في مصر، وكابتن طارق مجدي كان الحكم الخامس برضو لو تتذكروا يعني. والحقيقه انا الحكام معلقين معايا جدا. ليه؟ لان انا طبعا بحبهم جدا وبحترمهم وبقدرهم، هم ناس يعني على راسي من فوق يعني، كلهم مميزين قوي، وزي ما قلت امبارح لكابتن جهاد جريشه ومحمود البنا احسن ناس اداء في الفتره الحاليه، لكن بتصعب عليا نفسي كل ما افتكر يعني مواقف كده. طبعا دي كانت
دي ده الدور الثاني، محمد فاروق ومحمود البنا وطارق مجدي مع حفاظ بالألقاب يعني كلهم يعني. فكل ما افتكر حاجة بتبقى مؤثرة، والمباريات عبارة عن تفاصيل، فكل ما افتكر تفصيلة صغيرة اقول ايه افتكر لك ايه يا بصلة، وانت كل اطمة بدمعة، كل حاجة فيها لقطة يا ليا يا اما عليا، يا اما عليا بنالتي، يا اما ليا بنالتي ما تحسبش، والمباريات تفاصيل صغيرة. اديها 5 تبقى اديها 6. النهاردة مثلا المباراة زي بتاعت الزمالك وانبي، الزمالك كسب بمجهوده بلعبته بامكانياته بقدراته، عندهم لعيب هايل فرجاني ساسي، صفقة ممتازة جدا كل حاجة، لكن بتكلم على التفاصيل الصغيرة. لو تم احتساب ركلة الجزاء بتاعت عرفة السيد اللي انا شفتها ديت، لانها فهمي نظمي رسمي ضرب الجزاء من الاثنين، من الايد ومن الرجل، ممكن تغير في سيناريو اللقاء. فدايما اقول كده، دايما اقول التفاصيل الصغيره في المباريات اللي زي كده بيبقى لها عامل مهم قوي، بتبقى العامل فيها صعب قوي ان هو يتكرر، يعني بتدي افضليه لفرقه نفسيا معنويا حتى على الجزء البدني المخزون اللي عندك. طيب مختار واحد من المدربين الكبار قوي في عالم التدريب. مختار أدار 22 مباراة لفرقة كان بيتولى القيادة الفنية أيا كانت هي إيه، كانت المحلة، كانت بتروجيت، كانت إمبي، كانت الإنتاج الحربي، قدام الأهلي أدار 22 مباراة. التفاصيل قدامكم. لعب قدام مانويل جوزيه لما كان متولي القيادة الفنية للنادي الأهلي 10 مباريات، ومع حسام البدري 7 مباريات، ومع فتحي مبروك مباريتين، ومع بومفرير مباريتين، ومع مارتن يول مباراة. فاز على مانويل جوزيه 1، وتعادل 2، وخسر 7. وأحرز في مانويل جوزيه، أو في أيام ما كان مانويل جوزيه بيتولى القيادة الفنية للنادي الأهلي، 8 أهداف، ودخلت مرماه في الفرق اللي تولاها قدام مانويل جوزيه 20 هدف. مع حسام البدري مفاز على حسام البدري، تعادل 3، خسر 4، جاب 7 اهداف، ودخلت مرماه 12 هدف، او دخل مرماه 12 هدف. قدام فتحي مبروك لعب مباراتين مفاز خالص، ما تعادلش خالص، خسر مباراتين، ما جابش اهداف خالص، ودخلت مرماه 6 اهداف. مع بونفرير لعب مباراتين مفاز خالص، تعادل في واحده وخسر واحده، وجاب 3 أهداف ودخلت مرمى 4 أهداف. مع مارتن يول لعب مباراة واحدة بس، اتعادلها وخسر مفيش، وطبعا أحرز أهداف هدف واحد وتعادل، أو دخل مرمى هدف وجاب هدف. المباريات إجمالا، كل المباريات اللي أدارها كابتن مختار قدام النادي الأهلي 22 مباراة، فاز واحد مرة، تعادل 7، وخسر 14، جاب 19 هدف، ودخل مرماه 44 هدف. محدش ينسى ابدا سيناريو 2002-2003 مع مختار قدام بونفرير، لما كانت المباراه على استاد القاهره والاهلي محتاج الفوز. قبل ما نروح لموضوع امبي بقى والكلام الكبير ده، تمام؟ انتوا جايبين حاجه تانية خالص يا كابتن مختار ولا ايه؟ فأدارها كابتن مختار وهو المدير الفني للمحلة وقتها، وتعادل 1-1 على استاد القاهرة، ودي المباراة اللي خلتنا كمان يبقى في مباراة إنبي لازم تكسب، أو من المباريات اللي خلتك قدام إنبي لازم تكسب. فراجل سمعته هائلة طبعا، إمكانياته رائعة، مدرب على أعلى مستوى. الميزة اللي عند كابتن مختار إن هو بيلعب لعيبة الكرة كتير في الملعب، بيختار او بينقي نوعيه لعيبه بتعرف تمسك الكره كويس، تعرف تبصيها بشكل كويس قوي سليم، بيعرف ينقل من الدفاع للهجوم، ما بيبقاش حاجه على حساب حاجه، وان كان عنده الميول الهجوميه كبيره جدا، لكن هو عقليه تدريبيه لا يستهان بها اطلاقا، بالعكس من احسن المدربين اللي تولوا القيادات الفنيه في المرحله اللي فاتت في 7-8 سنين من صفوة مدربين الدوري الممتاز. تقرير مع اللي كابتن مختار ونرجع نكمل كلامنا. من جديد معاكم بملعب الأهلي، وبعد الجزء اللي جاي ده هيبقى معانا كابتن ماهر همام وكابتن محمد حشيش وكابتن أحمد بلال.
أجيري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مع كابتن هاني رمزي. تم اختيار أو استدعاء بقى لأن هما كانوا أعلنوا قائمة مروان محسن ومحمد محمود. مروان محسن لاعب النادي الأهلي بالتأكيد، ومحمد محمود لاعب وادي دجلة بديل لسام مرسي وأحمد حسن كوكا. هما اتعوروا في الدوريات بتاعتهم، فتم اختيار يعني مروان محسن ومحمد محمود. كل التوفيق لكل العناصر رايحة المنتخب. عندنا تحفظات وعندنا بعض الأسئلة، غياب وليد سليمان، غياب أحمد فتحي، غياب سعد سمير، لكن في وقتها يعني ممكن في وقت من الأوقات كده نعمل حلقة مخصوص لبعض الأمور الخاصة بالنادي الأهلي أو خاصة بالمنتخب، نعملها بشكل يعني بشكل منفصل بإذن الله. مروان لعيب كويس جدا، يمكن لعيب ممتاز جدا، لعيب شارك في معظم مباريات الأهلي تحديدا في الدور الثاني السنة اللي فاتت مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية بشكل كويس، وده واحد من الأجوان الهائلة جدا قدام تونس في المباراة اللي سبقت على طول كأس الأمم الإفريقية، واللي على أثرها يعني مروان محسن لعب أساسي في أمم أفريقيا لحد ما تعور في مباراة المغرب لو تتذكروا، يعني كانت واحدة من اللقاءات الصعبة، لكن حماسه رائع جدا، شخصية ممتازة ممتازة على المستوى الإنساني أو السلوكي رائع جدا جدا جدا. فبعض الأوقات وبعض مراحل العمر بتبقى الكرة ممكن لرصاد حربة أو الناس اللي بيلعبوا فراودة مش ماشية قوي على المستوى التهديفي. فترة من الفترات كابتن حسام حسن غاب دور كامل عن التهديف، وهو راجل يعني رجليه لوحدها عارفة طريق المرمى، فبتحصل عادي. فمروان يعني ثقتنا فيه وثقة الجميع مش أنا بس يعني فيه كبيرة جدا، والخبر ده أعتقد أنه ممكن يدي دفعة معنوية رائعة جدا لمروان محسن، لكن يستغلها. محدش بيشتغلك أبدا، أنت بتشتغل لنفسك. القطر في الكورة ما بيستناش حد. يلا القطر رايح فين؟ رايح المحط على طول. فالقطر ما بيستناش حد في الكوره، لا في انديه ولا في لعيبه ولا في جهاز فني ولا اي حد خالص. خبر تاني في الوقت الحالي ده، ابراهيم نور الدين هو حكم لمباراه الاهلي مع الانتاج الحربي. ابراهيم نور الدين اللي حكم للقاء للاهلي 22 لقاء، فاز الاهلي في 17 وتعادل في 4 وخسر مباراه امام سموحه بثلاثيه لو تتذكروا، اشار 31 كارت اصفر، يعني معدل كارتين او كارت ونص أو كارتين إلا ربع في كل مباراة، وده عدد كبير مش صغير على فكرة. وطرد حوالي 3 في مسيرته مع النادي الأهلي، أشهرهم على الإطلاق كان طرد الوائل الجمعة، أنا مش فاهمه لحد دلوقتي، لكن في النهاية هو اتحسب قدام المحلة لو تتذكروا برضو. إبراهيم نور الدين من الحكام المميزين جدا، بداياته كانت رائعة جدا جدا جدا، وهو حكم هايل تعرض لضغوط في بعض الأوقات، وإحنا عارفين كويس قوي مين اللي كان عامل الضغوط ديت، مش هننكر يعني، وذاكره يعني ما اعتقدش ان انا لو نسيتها وجالي زهايمر بدري ولا حاجه، انا 41 سنه في 27/10 اللي جاي، لكن لسه برضو بفتكر شويه حاجات اعتقد ان مصر كلها بتفتكرها يعني. لكن هو مميز، عنده شخصيه كويسه، عنده اداره كويسه، عنده ناحيه بدنيه رائعه جدا. ممكن في حاجات في الطريق كلنا بنتعلمها، ما تقوليش انا مثلا عندي 30 سنه زي ما انا عندي 35 سنه زي ما انا عندي 40 سنه، اكيد بتمر عليا حاجات بكتسبها، هو لازم يكتسب الحاجات اللي زي كده. فكل التوفيق ليه، كل التوفيق في ادارته بكره للقاء، يكون موفق جدا للاهلي او على الاهلي، المهم القرارات تكون صحيحه، وده اللي احنا بنقول عليه او بنناشد بيه. المباراه الثانيه اللي هيديرها محمود دلبنا، ودي مباراه برده مهمه جدا وقويه جدا ما بين بيراميدز وسموحه، او سموحه وبيراميدز، لان اللقاء هيبقى في برج العرب. خليني اقول لكم ابراهيم نور الدين هيبقى معاه مين. اوكي، هاني عبد الفتاح ومحمد محمود لطفي ومحمد محمود عبد الله، يبقى في 2 محمد محمود مع ابراهيم نور الدين، حكم رابع يعني، واحد محمد محمود لطفي ومحمد محمود عبد الله ده حكم رابع، ومحمد ابو خاطر وعبد العزيز السيد. كابتن عبد العزيز مساء الفل. كابتن عبد العزيز من مباراة شهيرة جدا جمعت ما بين طنطا والزمالك لو تتذكروا، المباراة اللي كان لطنطا 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة، والغريب ان الزمالك فاز بضربة جزاء، يعني 3 ركلات جزاء وتم طرد كمان لاعب لطنطا. النهارده بنشوفه بعد فترة صيام كبيرة جدا وغياب كبيرة جدا عن ادارته للمباراة الشهيرة، عبد العزيز السيد بيكون حكم خامس بكرة مع ابراهيم نور الدين. محمود البنا
هيعاونوا محمود ابو الرجال ويوسف البساطي ومصطفى عثمان حكم رابع وكل من وليد عبد الرازق ومحمد سلامه حكم خامس. دي كانت حكام بكره. خلينا اقول لكم بقى شويه اخبار يعني سريعه جدا قبل ما استقبل كباتننا. النهارده الاهلي كان بيواجه الاسماعيلي تحت 7 وتحت 20 سنه او كان 21 سنه يعني شباب الاهلي. يا سيدي مش مشكله يعني كلها اخبار مش هتفرق قوي يعني بعدي لكم حاجات عدوا لي حاجات. طيب ده محمد عبد المنعم واحد من العناصر المميزه وده كريم يحيى اللي هيبقى ليهم ان شاء الله الرحمن مستقبل كويس باذن الله. يوسف علاء واحد من الناس الكويسه قوي كانت طالعه مع رمضان صبحي وكانت طالعه ده وكانت طالعه كمان مع المجموعه ككل. يوسف علاء لعيب كويس بس عايز يشتغل شويه على نفسه وما يستسلمش لحاجه. الامكانيات موجوده والقدرات موجوده لكن محدش بيستنى حد محدش بيصبر على حد. ده الهدف الاول عن طريق هشام شعبان احرز هدف جميل جدا في بدايه اللقاء تحديدا في الدقيقه 28 وبعد كده يعني قدر يوسف علاء من ضربه جزاء برده كان متسبب فيها هشام شعبان لان هو كان عنصر مهم قوي النهارده ما جابش هدفين جاب هدف واحد لكن كان متسبب لركلتين جزاء. ده يوسف علاء لعيب كويس قوي زي ما قلت له او بقول لكم وانا بقول له رساله ليه هو يعني ممكن تتاخر في الوصول لكن هتوصل مش مشكله النتيجه ان انت توصل. جيت متاخر صحيح لكن احسن ان انت ما توصلش خالص او ما تروحش خالص او ما توصلش بشكل قاطع يعني هتوصل لان امكانياتك كويسه وقدراتك كويسه وشخصيتك كمان كويسه. فان شاء الله الرحمن يبقى له دور كويس. بقيه الاهداف هشام شعبان قلت لكم في الدقيقه 28 وكان احرز يوسف علاء هدفين للنادي الاهلي ويوسف الجبالي المنتقل من الشمس للاهلي النهارده او السنه دي جاب الهدف الرابع وكان مصطفى بدري المنتقل من اسوان للاهلي كان جاب الهدف الخامس. المباراه شهدت في الشوط الاول هدفين لهدف لكن تغييرات عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق الشباب للنادي الاهلي كان له كلمه كبيره جدا جدا في ترجيح كفه الاهلي في الشوط الثاني. ما تنسوش ان الاسماعيلي كان دافع ببعض العناصر الفريق الاول زي عمر الوحش وكتير جدا من النجوم. على التليفون كابتن عادل عبد الرحمن. مساء الفل. مساء الفل يا كابتن، عامل ايه؟ مبروك. الله يخليك يا كابتن، الله يكرمك. الله يكرمك. نتيجه كبيره وخصوصا لما بتبقى فرقه بعراقه ومكانه واسم الاسماعيلي بالتاكيد بتبقى في الاذهان، يعني النتائج ديت ما بتتنسيش. قول لي احداث اللقاء وازاي اتعاملت معاها يا كابتن عادل. كابتن سيد انت عارف ان الهدف قبل المكسب الهدف ان احنا بنعمل تيم امل للنادي الاهلي، فالنهارده المكسب حلاوته مش في عدد اجوانه بس، النهارده في اعمار السنيه بتاعت اللاعبين ودي حاجه مهمه جدا. يعني نادي الاسماعيلي النهارده بيلعب في 3 من الفريق الاول وكل اللعيبه عنده 97 و98 بكتير بس يمكن معظمهم 97. انا التيم النهارده بتاع النادي الاهلي في اكثر من 6 لعيبه منهم 2 2001 ومنهم 4 2000 3 يعني مجمل اللعيبه و3 كمان 99. عندي 2-3 لعيبه اللي هم 97 وال98 في حوالي 3. دي كانت ملخص اللاعبين النهارده. يمكن احنا لما فكرنا العب المباريات انا اول هدف كان ليا هدف ان انا اعلم اللاعب ازاي ثقافه المكسب في رقم واحد. حتى النهارده بعد المكسب الكبير اللي احنا الحمد لله ربنا اكرمنا فيه حصلت شويه عقوبات على اللعيب لبعض الاداء اللي غير مقنع في اوقات المباريات بنعلمهم ازاي ان هم ينسوا على وسيله واحده في المباراه كامله. المقصر حتى كمان اتكلمنا فيها ما بسيبهاش على طول اتكلمنا فيها رغم النتيجة ما فرحناش بالمكسب قد ما فرحنا بأداء اللاعبين وده المهم اللي عندي. أنا بعلم إزاي اللاعب يخرج من العباءة بتاعت اللاعب العربي أو اللاعب المصري اللي هو لما يكسب واحد ولا يكسب اثنين يبقى خلص المباراة. لازم لو كسب 5 يكسب 6 ممكن يكسب 7 ممكن يكسب 8. جميل. لأنه بغض النظر عن القسم احنا بنحترم طبعا نادي الإسماعيلي وبنحترم تاريخه وبنحترم لاعبيته لعيبه الاسماعيلي ولكن انت لما بتكون ادائك كويس وتقدر تكسب كتير
اكسب كتير علشان في اوقات ممكن ما تكسبش كتير، انت فاهمني يا كابتن؟ فدي كانت البدايه اللي هي الفكره عندي. المباراه النهارده كانت ما بين فرقه كسبت الفرقه الاهلي السنه اللي فاتت، كانت رايح جاي كسبتهم، ودي كان الهدف ان احنا بنتكلم مع لاعبتنا ازاي فرقه ممكن جيل ممكن يركب جيل بلغه الكوره يا كابتن سيد. دي حاجه. الحاجه الثانيه المهمه، اللاعبين اللي متواجدين، احنا كنا بنتكلم على، يمكن انا سمعتك اتكلمت على يوسف الكباري وعلى البدري وعلى هشام شعبان وعلى ويوسف علاء، وعندك محمد فخري ومحمد عبد المنعم. لا عندك ادوات ممكن يتم الاستعانة بها في فتره من الفترات، المهم يكونوا جاهزين. لا وعندي مفاجاه كويسه النهارده في العربي ده 2001. ده العربي ده 2001 وعندي محمد نصير 99. مش العربي ده بيلعب ناحيه الشمال، يعني هو بيلعب بيمينه بس بيلعب ناحيه الشمال، مظبوط ولا انا غلطان ولا بيلعب ديفندر؟ بيلعب ديفندر دلوقتي. انا في شويه تغييرات في مراكز اللاعبين اللي استعانى بيهم في الاماكن اللي احنا متوقعين ان ممكن يكون عندنا هيبقى في احتياجات للفريق الاول. يمكن اعاده صياغه اللعيبه ده 100 100 100 100. يعني انت عايز تقول كده ان في ربط كمان، في ربط طبعا يا كابتن سيد. لا وفي حاجه مهمه جدا يا كابتن سيد، يعني تخيل انت ما فيش لاعب في العالم دلوقتي بيلعب مركز واحد. الكره بقت كامله، الكره ما ينفعش انك تكون لاعب بتلعب مركز واحد. اقل لعيب الحمد لله وصلت معاه دلوقتي الفرقه انه ممكن يلعب من مركزين لثلاث مراكز، ممكن يكون مميز في مركز ولكن في اوقات احتياجك للتيم بتاعك محتاج انه يلعب في مركز. وحتى اللعيب الصغير اللي بيطلع الفريق الاول احيانا ممكن يبدا حياته، كلنا لعبنا كده كابتن سيد في مراكز طبعا. فهو ده الهدف، والهدف الاسمى من الموضوع ان احنا المشروع اللي ننجحه اللي هو بنفكر ازاي ان احنا نوفر لعيبه للفريق الاول عندهم ثقافه المكسب، عندهم ثقافه تكتيكيه على اعلى مستوى، عندهم الثقافه الانضباطيه من الناحيه الاداريه، وانت طبعا استاذ في الاداره وكنت مدير الكره للفريق الاول وشهدت نجاحات كبيره. علشان كده احنا لما نطلع لك لعيب مرتبط اداريا يا كابتن سيد طبعا التعامل معاه يريحك شويه افضل زي الفل. واحد ما عندوش اختبار ده خط انت ماشي فيه زي الفل، وتكمله للخط اللي رسمه النادي الاهلي او سياسه النادي. خليني اقول لك انا لاحظت حاجه كده وانا بقرا شويه حاجات خاصه بال 97. انت هتلعب المصري الماتش اللي جاي، هو انت القرعه بتاعتك او مشوارك زي الفريق الاول بالظبط؟ زي الفريق الاول بالظبط. اوكي. نفس المباريات بس التواريخ مختلفه. احنا الاهلي لعب الاسماعيلي وبعدين المصري وبعدين حرس الحدود. احنا هنلعب نفس ال طب بتلعب المصري فين بقى؟ بتلعب المصري فين؟ في السويس ان شاء الله، يعني الجدول محطوط لي في السويس. اوكي. وده هيبقى بعد 14 يوم من دلوقتي، في توقف للدوري علشان حته الثلاث لعيبه اللي بيشتروا من الفريق الاول ممكن يكونوا في منتخباتهم، عشان كده وفي توقف منتخب الاولمبي كمان. اوكي، خليني اقول لك يعني عندك دور فني طبعا مهم قوي وكل حاجه، لكن في دور نفسي. يعني انا اتكلمت على يوسف علاء ومحمد فخري، اللعيب هايل جدا هايل جدا محمد فخري ده. احمد حاتم ده خريج من الناس الاكاديميه بتاعه النادي الاهلي. كريم يحيى والفرماوي، محمد عبد المنعم، يعني كان في قرصة ودني ليه لكن هو بقى خامه كويسه جدا 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 في الفتره اللي جايه. عندك دور كمان كلامك مع اللعيبه كابتن عادل عبد الرحمن. ماشي ابو كباتن، شكلك سايق، توفيق توصل بالسلامه. لا فضل. انا واقف بس انا عايز اقول لك كلمه اخيره يا كابتن سيد. اتفضل. لعيب الكوره اللي احنا عايزين طموحاتنا ليه في النادي الاهلي ما يبقاش في الملعب بس. اوكي. ده اللي بنشتغل عليه، لازم يكون مثقف تحكيميا. حلو. لازم يكون مثقف في حته الاحتراف علشان تريحك، لان في كم من اللعيبه ممكن تكون لعيبه كويسه قوي لكن مخها ممكن ما توصلهاش ان يطلعوا كل اللي عندهم. فالانضباط لو جه من بره الملعب زائد جوه الملعب هتطلع لاعب مميز للنادي الاهلي. اوكي، زي الفل. شكرا جزيلا كابتن عادل عبد الرحمن، شكرا للمدير الفني لفريق الشباب، مبروك النهارده مره ثانيه. عايز انزل الصوره بتاعه الفريق مهمه قوي، لان تشكيله الاهلي النهارده كانت مصطفى شوبير ابن كابتن احمد شوبير لحراسه المرمى، كريم يحيى ومحمد عبد المنعم. كريم يحيى باك رايت زي ما قلت لكم، لعيب كويس. محمد عبد المنعم، مصطفى فرماوي، الاثنين سرد باكات، واحمد حاتم ومصطفى عزت لعيب كويس برده، عربي بدر ده 2001،
يعني الأشار إليه كابتن عادل عبد الرحمن، محمد فخري، يوسف علاء، ومصطفى بدري في وسط الملعب، وكان هشام شعبان اللي هو كان رجل المباراة. أوكي، حراسة المرمى في الأهلي مهمة قوي، وفي الناشئين مهمة جدا، ولو عملنا إحصائية مثلا هنلاقي إن احنا بنعاني فيها من 10 سنين فاتوا، فمحتاجين يعني موجود دلوقتي مصطفى شوبير، موجود أحمد طارق سليمان، اللي جاي في حمزة 2001 برضو جول كويس، فإن شاء الله الرحمن اللي جاي يبقى أحسن. هقول شوية أخبار سريعة كده وبعدين استقبل ضيوفنا. 20 لاعب في قائمة الأهلي: محمد الشناوي، علي لطفي، أيمن أشرف، محمد هاني، سليف كلوبالي، محمد نجيب، أحمد فتحي، وأحمد علاء، هشام محمد، كريم ندفت، وإسلام محارب، ومحمد شريف، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، أحمد حمودي، وميدو جابر، ومؤمن زكريا، وصلاح محسن، ووليد أزارو، ومروان محسن. كان في فقرة تدريبية عن العرضيات مهمة جدا في التدريب. مصطفى كمال مدرب حراس المرمى كان في كلام مع حراس المرمى شريف إكرامي وعلي لطفي ومحمد الشناوي، يعني بيتكلم معهم. مهم قوي التواصل سواء كان في الأمور الفنية أو حتى في الأمور الشخصية، كلام كتير قوي، كلام حلو، يعني الكلام في الملعب ما بيبقاش سيء، بالعكس بيفيد. يعني أحمد الشيخ مش فاهم برضو، أحمد الشيخ بقاله فترة غايب جدا. يعني تعال أقول لك كلمة لأحمد الشيخ، يلا بالمرة. احمد حبيبي، انت لعيب كويس ولعيب هايل، لكن مش ممكن ابدا الموضوع يقف عند مصر المقصه، مع احترامي الكامل لمصر المقصه. في فترات من عمرك بتاديها بشكل كويس جدا، لكن الاهلي حاجه تانية، الاهلي نوعيه تانية. انا يعني انا بحبك جدا، وانت عارف كويس قوي ان انا علاقتي بيك كويسه، وانت من الناس اللي بعتز بيها وكل حاجه، لكن انا مش عاجبني، بقولها لك على الهوا، حتى في لعيب كوره مهم قوي 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 التواجد في الاماكن المناسبه للعيب الكوره. لعيب الكوره شخصيه عامه، له مطلق الحريه في امور الشخصيه والامور العائليه وكل حاجه، لكن في اوقات في وقت لازم ابقى عارف كويس قوي ان انا مسؤول بشكل رهيب جدا. انا صعبان عليا الامكانيات والقدرات ديت، صعبان عليا، وما تلومش حد، اشتغل على نفسك. صعبان عليا ان يبقى في واحد بالامكانيات دي والقدرات ديت ومش موجود في الاختيارات بتاعه المنتخب، مش موجود حتى في اختيارات الاهلي، مش موجود. وما تلومش حد، لا تلوم الجهاز ده ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي قبله، مش ممكن كلهم يبقى عندهم نفس الطريق. يا احمد، انت عايز ايه؟ عايز يمين ولا عايز شمال؟ عايز ابقى موجود في الساحل ولا موجود في الجزيره؟ عايز ايه؟ ده مهم جدا يوصل لك. انت انا صعبان عليا، بقول لك كده لان انا عارف القدرات اللي قدامي، فيا رب بإذن الله اللي جاي يبقى بالنسبة لك أحسن. مساء الفل عليكم مره تانية، وكابتننا الكبار كابتن ماهر همام. مساء الفل يا كابتن سيد، مساء النور يا كابتن، ربنا يخليك يا رب. كله تمام يا كابتن. شفت المره اللي فاتت القرعه بعد بكره اهو، احنا خلصنا على كل حاجه، خلصنا القرعه، عملنا القرعه بشكل احترافي، ولحقنا قبل، امال انت فاكر ايه، قبل الاتحاد الافريقي يعني. وطلعنا كمان وتنبأنا. انت اخترت، طلعت معاك حوريه. انا طلعت معايا وفاء الصيف بالظبط، وحوريه ولا فاز كمان، وحماده كان وفاء الصيف اول اغسطس، كابتن حماده في اول اغسطس اول اغسطس وسام حسني كان اول اغسطس. هنشوف. لا كانت مبادره جميله سيد والله. اوكي، بسعد جدا لما بيتم يعني استوديو في ناس انت بتقتنع بكلامهم او كلامهم بيعششوا او اسمها ايه يا كابتن حشيش؟ بنخشش كابتن حشيش من الناس. وليه لا؟ هو لازم خلي بالك ما يخش على الدماغ على طول كابتن الحشيش. مساء الفل، ازيك يا عبد الله؟ يخليك ربنا يخليك، ربنا يخليك، شاكر جدا يعني، شاكر جدا. هداف الهدافين، واحد رجليه رايح على الجول زي ما انت عايز، يعني يمين شمال في النص بالراس بكل حاجه. احمد بلال، مساء الفل يا ابو سيد. مساء الفل يا كابتن سيد، ازيك؟ بارك ايه؟ الحمد لله حبيبي، بقالنا فتره ما اتكلمناش كده. صحيح مظبوط، انت النهارده من غير كرفات مش عارف ليه. النهارده بقى حسيت ان انا زي ما 2-2 بقى معاه يعني. بس صح. قال له انت قافل الزرار اللي فوق ليه؟ حراني تمام، حراني تمام، حراني تمام. قال انت قافل الزرار اللي فوق ليه؟ حراني يا اخي، حراني. كابتن ماهر، كابتن حشيش، كابتن بلال، في الاهلي هي لغه العصر السرعه. ناخد من موضوع اللي نروح للتاني، عندنا كذا موضوع النهارده، انبي والزمالك، وتفوق للزمالكاوي على حساب انبي 4-1، ودي
تاني نتيجه في تاريخهم بالشكل ده. كمان عندنا غياب عمرو السليه ومدى تاثيره ومشاركه الناس معانا واخد راي حضراتكم. وبعدين المباراه طبعا الغد هي مباراه الاهلي والانتاج. قلت على تويتر الاسماء اللي جات لي في بدايه الحلقه. خلينا نروح بقى للفيسبوك اللي متابعينا واللي رايهم كمان في غياب عمرو السليه. صابر التوني بيقول اكرم توفيق وبلاش والنبي ان دخل احمد فتحي عشان اكرم وهشام يلعبوا وياخدوا فرصه. محمد بيقول اكرم توفيق هو اللي ممكن يعوض غياب عمرو السليه. محمود محمد رضوان ممكن احمد فتحي وربنا يسترها. احمد كوكا افضل قناه في الوطن العربي ان شاء الله تكون دايما متالقه. اللاعب اللي ياخد مكان عمرو السليه هو اكرم توفيق ولازم يلعب جنب نجم كبير زي حسام عاشور. احمد خليفه كريم نيدفيد والله حلو في خط النص ولو خد الفرصه او هو او هشام محمد. عايز اقول حاجه على كريم نيدفيد برضه. لعيب كويس قوي قوي ومن اللعيبه اللي عندها قرار حتى في واحد ضد واحد بيروح بشكل كويس. ممكن في لقاءات كبيره ما كانش موفق في لقاءات كبيره لكن اللعيب ده لعيب ممتاز ممتاز ممتاز. ده رايي الشخصي ومش هغيره. لعيب هايل جدا 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 كريم نيدفيد. اللعيب مجموعه صفات ومجموعه عناصر. الصفات عنده ممتازة. لعيب ما تسمعلوش صوت بيشتغل وبيروح. ما تلاقيهوش في أماكن ما يصحش يكون موجود فيها. ما بتلاقيهوش يطلع بتصريح مش مناسب. ما تلاقيهوش يعني يتكلم بطريقة مش كويسة. ما تلاقيهوش بيعمل مشكلة. ما تلاقي أي حاجة. كل حاجة مش هتلاقيه غير في الملعب بس. هتاخد فرصتك يا كريم وهتبقى هايل جدا يا كريم وإن شاء الرحمن مميز في اللي جاي. محمد علي اولا انا كل يوم بشارك ومش بطارس. لا يا ابو حميد ده انت على دماغنا من فوق. ده احنا جبنا النهارده مروه يا راجل بعد ما عيد ميلادها. محمد علي بس هو باللي بتقرا رسالته ومع ذلك اكرم توفيق بس رسالته تقريبا اللي اسمه بالانجليزي بس. لا يا عم انت اسمك محمد علي والنبي عربي يا راجل. عبد الله البنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لك يا كابتن سيد وانا رايي اكرم توفيق هو اللي ياخد فرصته. امير بلا اميره احمد فتحي ربنا يبارك لك وتتجوز يا امير. احمد فتحي وهشام محمد بفكرني اقول لكم نكته على الموضوع ده بس بعد الهوا. جورج بيقول اكرم توفيق يبدا تدريجيا مع احمد فتحي في نص الملعب. ابو عبد الله ما فيش غير هشام محمد. هاني محمد احسن قناه وافضل برنامج اكيد اكرم توفيق يا كابتن سيد والاهلي فوق الجميع. كريم الفقي مساء الخير يا ابو الكباتن. انا من وجهه نظري اكرم توفيق او احمد فتحي وتحياتي ليك يا كابتن. احمد ناجي ابو يوسف تحياتي يا كابتن سيد معاك احمد ناجي من اسيوط. محمد المطاوعي مطاوعي لو انا قريها صح. اكرم توفيق احمد حمدي سالم اكرم توفيق محمد حسني على حسب قوه المنافس بالتبادل بين هشام محمد واكرم توفيق. محمد جمال بلتاجي بيقول مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي. اللي يعوض السليه هو احمد فتحي او هشام او اكرم توفيق. جاب الحلول كلها. طارق ابو سيف هشام محمد افضل بديل للسليه. احمد عصام الغايش اكرم توفيق. مؤمن محمد اداري رائع ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك ابو حميد شكر جدا. مؤمن شكر مؤمن جدا. اللاعب هو اكرم توفيق. فايده فتح الله بالطبع هشام محمد واكرم توفيق بديل عاشور. احمد انور اكرم توفيق انا اهلاوي وافتخر. اسماء السيد ممكن اكرم توفيق ياخد فرصه وممكن ينزل احمد توفيق في وسط الملعب ويلعب مكانه محمد هاني. ريم جمال احمد توفيق لازم يلعب. انا بقرا رسائل كتير قوي لان يعني واجبهم يا كابتن بلال يا كابتن حشيشه كابتن ماهر يعني بقى لنا فتره ما بنتواصلش معاهم والناس دي لها حق علينا يعني. ريم جمال احمد فتحي لازم ياخد فرصته في نص الملعب. احمد فتحي يعني اتمنى هشام واكرم ياخدوا الفرصه بس الماتش ده صعب. بتتكلم على ماتش الانتاج. عبد الرحيم شحاته اكرم توفيق او احمد فتحي او هشام محمد وابو توفيق غدا يا رجاله ان شاء الله وازارو هاتريك. محمد مصطفى دي اخر حاجه. احلى قناه اكرم توفيق اقرب واحد وتحياتي لك يا كابتن سيد ربنا يخليك يا محمد. حسن عيسى مساء الفل يا كابتن سيد انا شايف اكرم توفيق ناصر فتحي برنامج مميز جدا ربنا يوفقك نادينا دايما انا ربنا يوفق نادينا دايما. انا شايف ان هشام محمد هو اللي ياخد مكان عمرو السليه. جهاد شعبان هشام محمد او اكرم توفيق وتحياتي لحضرتك يا كابتن سيد. يا رب النصر للاهلي دايما يا رب. رمضان نصار مساء الخير يا كابتن سيد اعتقد ان هشام محمد هيكون بديل قوي جدا للسليه. عبال ما تحضروا لي يعني صوره لهشام محمد مع عمرو السليه لو عندكم يا سمير انت وكريم قولوا يعني عمرو السليه هشام محمد مع عمرو السليه عشان تعرفوا مدى الكوره دروس برضو يعني في حاجات بتحصل ما بين اللعيبه وما بين بعضها زي الاسره الواحده وده اللي ينجح الناس. ده العمل الجماعي البيت الواحد وانت بتشتغل في ناديك. انا ما بقولش للاهلي بس لكل الانديه يعني اكنك بتدافع عن بيتك بالظبط. كابتن ماهر النهارده كانت في مباراه في الاسبوع الخامس هي مباراه وحيده النهارده مباراه
الزمالك مع امبي، تسيدها الزمالك لعب بدون نتيجه. يعني صحيح كان في ضرب جزاء ما فيش اوضح من كده لامبي في الربع ساعه الاولى، لكن في النهايه قدر الزمالك يتفوق بربعين. بنبارك طبعا نادي الزمالك كابتن سيد على مكسبه على امبي باربع اهداف لهدف واحد، وده يمكن نتيجه يمكن الدرس اللي استفاده نادي الزمالك من خسارته من فريق النجوم. وعايز اقول لك حاجه يا كابتن سيد، ان ده وارد في الكره المصريه وشفناه كثير جدا يمكن على مرور الاجيال كلها. تملي بيبقى ما بتحترمش الفرقه الصغيره، فرقه زي النجوم فرقه صاعده من القسم الثاني، واخد بالك يمكن خبرتها قليله، اختياراتهم للعيبه يمكن معظمهم كلهم من الناشئين. يعني كان في استراتيجيه لمحمد طويله رئيس النادي ان هو طالع للدوري الممتاز، يهمه في الاول والاخير ان هو يعني يتواجد بشرف وبشكل اداري وفني مميز، وفي نفس الوقت يبقى عنده نوع من التسويق الخارجي. وده كانت اهداف مجلس اداره نادي النجوم من خلال توليته المهمه. الامور اختلفت بقى يا كابتن سيد، يعني يمكن جهاز مميز جه ادار اخر مباراتين مستر كارتلون من المدربين، واضح قوي اللي هم جديين، مدرب واعد، مدرب واعي، يمكن اول تجربه له في مصر هذا العام، لكن واضح ان في تحدي في شخصيته. ان هو اول مباراه كانت ليه مباراه نادي الزمالك، يعني اي حد تاني كان يقول لك لا استنى المباراه دي تعدي بظروفها صعب، طبعا ثلاث نقاط صعب بقابل بطل من ابطال الكره المصريه مع النادي الاهلي نادي الزمالك، لكن جرؤته وشخصيته كمدرب ان هو وافق على هذه المباراه انا بحييه طبعا من خلال برنامجك. قدر ان هو يلعب بتوازن بشكل جيد جدا، واخد بالك، ومن خلال التوازن الدفاعي ده قدر يقفل على كل مفاتيح نادي الزمالك، حتى الفرص اللي اتاحت نادي الزمالك ما قدرش يسجل من خلالها. وفي نفس الوقت هو كمان اعتمد على الكرات المرتده، الجمله اللي هو تعود عليها ومدرب لعبته عليها، قدر ينجح بيها بشكل كبير جدا وقدر يسجل هدف. النهارده نادي الزمالك بيستفاد من التجربه دي بشكل كبير جدا يا كابتن سيد. اوكي تعال التشكيله يا كابتن. من ناحيه الجهاز الفني ومن ناحيه التشكيله، يعني برضك نادي الزمالك عنده ثبات في التشكيل من حراسه المرمى، يمكن بدا محمود جنش، من ناحيه اليمين حازم امام، ومن ناحيه الشمال بهاء مجدي، محمود علاء والونش، وبعدين في نص الملعب المدافع طارق حامد وفرجاني ساسي، وبعدين في خط الهجوم طبعا الثلاثي ابراهيم حسن ناحيه اليمين، محمد ابراهيم، يوسف امامه، وكاسونجو. ثبات التشكيله يا كابتن سيد هو يمكن اللي ادى فعاليه النهارده لنادي الزمالك، والاستفاده من المباراه والخساره اللي خسروها من نادي النجوم اديتهم دافع ودوافع كبيره ان المباراه ديت محتاجين فيها ثلاث نقاط، محتاجين فيها عرض جيد. فعلا اهدافهم من خلال استراتيجيه قدروا يحققوها بشكل جيد، طبعا اربع اهداف يمكن متنوعه بشكل ملحوظ، من ناحيه يمكن محمود علاء في الدقيقه 35 من ضربه جزاء، وبعدين يمكن صلاح سليمان بخطا في مرماه، وبعدين ابراهيم حسن في الدقيقه 58، وبعدين كاسونجو الانفراد الكامل في الدقيقه 64. نادي الزمالك استحوذ بشكل كبير، سيطر بشكل كبير على 90 دقيقه. بنبارك لنادي الزمالك، بنقول هارد لك لنادي انبي اللي ظهر بدون المستوى. يعني اول مره اشوف نادي انبي بعيد عن التنظيم الدفاعي، بعيد عن الانتشار، بعيد حتى عن الجمل التكتيكيه اللي احنا شفناها من خلال المباريات السابقه. بنقول هارد لك للجهاز الفني خالد متولي، نتمنى ان شاء الله باذن الله ان المباراه اللي جايه لانبي والتوفيق. وطبعا يمكن مسيره نادي الزمالك بقى يمكن اول على بدايه الاسبوع الخامس يمكن ب 10 نقاط. النادي الاهلي طبعا ان شاء الله مباراته غدا باذن الله مع الانتاج الحربي، النادي الاهلي عنده 10 نقاط ان شاء الله في مكسب النادي الاهلي، النادي الاهلي يعول الجدول مره ثانيه ويبقى ب 13 نقطه باذن الله. اوكي. طيب معانا كابتن خالد متولي. طيب معانا على التليفون كابتن خالد متولي المدير الفني لانبي. كابتن خالد هارد لك النهارده، وهي دي الكوره. حبيبي يا كابتن سيد، انا طبعا ببلغ سلامه لحضرتك والكابتن مصر كابتن ماهر همام وكابتن محمد حشيش. الله يخليك يا خالد. طيب كابتن خالد، يمكن فوز المباراه اللي فاتت على المقاولين العرب بعد ما كنت متاخر تقريبا في اخر خمس دقائق او اخر ست دقائق، شخصيه انبي كانت حاضره وكانت موجوده. النهارده يعني انا عارف ان تفاصيل اللقاءات الكبيره لما بيبقى فيه ركله جزاء ليك في اول ربع ساعه ممكن تغير من سيناريو اللقاء، وبعد كده طبعا قوه نادي الزمالك وتاريخ نادي الزمالك لما بيتسيد الموقف او يجيب هدف واثنين بتتصعب الامور عليك.
والله يا كابتن سيد حضرتك انا لا كان في النهارده كان الاوف دي بتاع التيم وبعدين كان في اخطاء دفاعيه يعني بصراحه يعني انا حزين جدا عليها لان حضرتك الواحد يعني في المجال بقاله فتره انا يعني احنا ما تعرضناش للموقف الدروب الجماعي ده وخاصه ان انا بدات يمكن حتى انا اتغلبت قبل كده ولكن كان في اداء جيد كان في التزام كان في تركيز من اللعيبه ولكن في عدم توفيق لكن لما النهارده اقبلك لعيبه كبيره جدا ما كانش فيها تركيز لعيبه كبيره جدا ما كانش فيها الجديه وخاصه الشوط الاولاني عامر الراجل طالع على الخط انا ليه بعمل تاكلينج يعني الراجل طالع على الخط صحيح انا ليه بعمل تاكلينج انا لازم اجري في اتجاهه واقبلك واقفل معاه واخد بال حضرتك الجون الثاني اللي بالعرض ما فيش برده ضغط على اطراف الملعب وده اللي احنا قلناه واشتغلنا عليه واخد بال حضرتك فدي برده مشاكل جينا 2-0 بعد كده الشوط الثاني كوره تمريره الرامي ما بيسيطرش عليها تعدي من تحت رجله الراجل انفرد بالمرمى عايز اعمل تغيير ثاني لقيت عرفه جاله شاد فكانت الظروف كانت النهارده معكسانه جدا ولكن ده دي كره القدم يعني واخد بال حضرتك ولكن انا طبعا انا حزين جدا من التيم حزين ان ما كانش فيه جديه ما كانش فيه اصرار لان ده مش تيم نادي انبي ولكن احنا لينا وقفه فعلا انا كخالد ليا وقفه مع المقصرين تماما لان حضرتك انا يعني انا مش هنستحمل احنا ان اللي فيه لعيب او اثنين او ثلاثه او اربعه يكونوا خارج التركيز خارج الالتزام انا ما اقبلهاش واحنا نادي ما نقبلهاش فان شاء الله باذن الله تكون في وقفه جاده جدا ان شاء الله في خلال المرحله اللي جايه. طيب يعني هل الفتره اللي جايه اللي حضرتك بتشير ليها هتستبعد بقى بعض اللعيبه من خلال الوقفه اللي حضرتك ولا تقصد بالوقفه الحته الماديه؟ لا 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 وقفه باستبعاد المقصرين يا كابتن سيد. اوكي. لا خد بال حضرتك لا الكوره خد بالك احنا طول عمرنا خد بال حضرتك لازم يكون في جديه في التزام اعمل اللي عليك واتعب التوفيق وعدم التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى لكن في تقصير من بعض اللاعبين لا في وقفه وخاصه ان الحمد لله كل حقوقهم مجابه كل حقوقهم موجوده بنعاملهم معامله على اعلى مستوى خد بال حضرتك لكن لا في تقصير من بعض اللعيبه يعني انا لا انا ما انا ما شفتش فعلا التقصير دوت الا في المباراه دي انا عمري في حياتي ما بلوم لعيبه انا دايما بجيب اللوم على خالد متولي في كل شيء ولكن النهارده انا زعلان من اللعيبه لان لا احنا التيم ام بتيم كبير ما يتغلبش بالسكور ده احنا كنا ممكن نجيب ممكن نتغلب اكتر من كده انا واقعي صحيح صحيح يعني واخد بال حضرتك على لوحه واقعي جدا كنت ممكن تغلب اكتر من كده ولكن الحمد لله ان ربنا ستر واخد بال حضرتك يعني جبنا جول الى حد ما ولكن كان في اضافات في التيم يعني يمكن عوده فعلا لعيب من على اعلى مستوى بيديك واجبات هجوميه عاليه جدا شيكا حاول على قدر طاقته واخد بال حضرتك ولكن في قصور في التيم ككل فدوت ان انا بقول لحضرتك لا هي في وقفه في المقصرين يعني ولكن طيب عندي حته فنيه طبعا يعني انا لاحظتها مش عارف حضرتك توضحها لي ولا لا وقول لي انا صح ولا غلط يعني لما بلاعب تيم زي الزمالك مثلا او زي الاهلي او زي الاسماعيلي تيم من الناس اللي هي عندها الشخصيه الهجوميه او الحته الهجوميه يعني لما العب بنوح وائل مثلا وعرف السيد والاثنين راسين حربه بسيب مساحه في نص الملعب كبيره جدا جدا على ناس عندها قدرات اصلا عندها الشخصيه والاستحواذ اللي ممكن تصعب لك الموقف يعني تمام انا كنت بلعب بثلاثه في نص الملعب يا كابتن سيد خلي بالك انا كنت بلعب بتوبر 4-3-3 بقى توصل 4-3-2-1 اوكي مش بلعب لا انا كنت بلعب 4-3-2-1 انا كنت عامل كثافه في نص الملعب وكنت عامل جبهات في الجنب اليمين وفي الجنب الشمال لكن اللعيبه اللي ما طبقتش احنا اشتغلنا عليها يا كابتن سيد انا كنت عامل في الجنب اليمين علي فوزي وتوبة وشيكا دول بيقفلوا الجنب دوت على الجنب اللي هو بتاع سواء محمد ابراهيم او بهاء وفي الجنب الثاني كان غالي مع عبد الرحمن عامر مع نوح عشان يعملوا جبهه في الجنب الشمال لكن ما طبقوش ده وهي دي اللي زعلني يا اخبار حضرتك احنا اشتغلنا عليها وعملنا الشرح واشتغلنا اكتر من مره وعملوها في التمرين وطبقوها كويس قوي يلا عندك بلعب بثلاثة ارتكاز في نص الملعب لكن ما بلعبش يعني خير لكن يمكن للاسف ان كان في مسافات كبيره جدا ما بينهم هو ده اللي طبعا جاب سطرة النادي الزمالك اوكي عندك برضو فرصه كويسه بعد يعني في فتره التوقف ان شاء الله الرحمن تعيد الاوراق وان شاء الله بالتوفيق يا كابتن خالد كل التوفيق لحضرتك في الفتره اللي جايه باذن الله شكرا جدا كابتن سيد اوكي شكرا كابتن سيد اتفضل يا كابتن حشيش طبعا انا معظم الكلام اللي كتبه اللي قاله الكابتن خالد اسوأ مباراه الانبي شفتها خلال الفتره اللي فاتت او في الخمس اسابيع يمكن الكيرف بتاع انبي من اول الدوري كان يكسب ماتش يخسر ماتش حتى الماتش اللي خسره مع بيراميدز يعني خسره في يعني في الوقت يعني الاخير بالظبط انما النهارده انا مش كان كويس قدام بيراميدز خلي بالك خالص النهارده ما شفتش اي حاجه بصراحه كويسه يعني على المستوى الفردي او الجماعي شايف مباراة مفتوحة انت بتلعب نادي الزمالك نادي الزمالك عنده الحافز الأقوى خسران المباراة اللي فاتت عايز يكسب
المباراه دي باي طريقه عشان يعدل الاوضاع، لان النهارده انا بعتبر ان بالنسبه للزمالك لو كان تعادل بمقام الخساره بالنسبه للزمالك عشان يكمل في المنافسه، فانت بتتكلم على يعني احنا بيتكلم بيقول انا بلعب 4-2-3-1. هو لا يلام خالد في الموضوع دوت، لان واضح ان اللعيبه كانش فيه تركيز خالص على المستوى الفردي، كمان في بطء غير عادي، تمركز خاطئ في الدفاع ووسط الملعب. بنشوف لعيبه كبيره، في احنا مش هنقول مثلا ان مجموعه انبي كلهم صغيرين، لا في خبرات متمثله في رامي صبري، صلاح سليمان، وتوبه، وعرف السيد، ناس عندها خبرات يا كابتن بلال، وعلي فوزي بالظبط كده، انهم يبقوا واقفين غلط يعني، واخطاء غير عاديه هي دي اللي زودت النتيجه. وبعدين انا ما اقدرش احكم على نادي الزمالك النهارده، لان المباراه سهله جدا، اشبه بالتقسيمه، فيش اي ضغط على اي لعيب من الزمالك وهو بيستلم في اي حته في الملعب، سواء قدام او في النص او ورا، فيش اي ضغط على لعيب الزمالك، لعيب الزمالك بتلعب مرتاحه خالص، كل واحد عايز يعمل حاجه بيعملها، يمكن النتيجه يمكن كان ممكن تتضاعف اكتر من كده. مش هنقول ان ده طبعا ضربه جزاء صحيحه 100% كانت لصالح انبي في البدايه، ممكن كانت ادى الدافع للاعيبه انبي ان هم ممكن يبقى ليدنج واحد على الزمالك في البدايه، في اول خمس دقائق كان ممكن ادتهم نوع من انواع الحماس. ضربه جزاء ولا 100%؟ 100% يعني. بص، بكل مقاييس الكوره ومن جميع الاتجاهات هي ضرب الجزاء صحيح. كان في واحده اتحسبت امبارح تقريبا مش يعني مش اقل من بتاعت عصام الحضري يعني عصام راح ووقف اقل من سنين كتير جدا، انما دي الراجل واخده يعني مكمل عليه وفاخده طبعا وحاجزه بالظبط كده بالظبط كده. فطبعا يعني مجمل المباراه طبعا يعني هي نتيجه طبعا بغض النظر عن دي، الزمالك يستحق. لا، الزمالك طبعا يستحق لان ما كانش فيه انبي موجود. اوكي، طيب بلال النهارده واحد من الناس اللي هي ما جابتش جوال صحيح، لكن دور مؤثر جدا، فرجان ساسي. اه طبعا النهارده فرجان ساسي، يمكن كابتن خالد اتكلم على حاجه من وجهه نظري، الزمالك عمل عكسها تماما النهارده في المباراه، وده اللي ادى للتفوق، لان الزمالك النهارده أيوة. هو كان بيتكلم ان هو عامل جبهتين، عايز يقفل الجبهه، عامل جبهتين، جبهه ناحيه اليمين علي فوزي وتوبه وشيكا، وجبهه ناحيه الشمال عبد الرحمن وفتحي وغالي، هما دول الجبهتين اللي كان بيتكلم عليهم النهارده. لكن الزمالك النهارده جروس لا لعب بشكل مختلف النهارده، اعتمد على فرجاني ساسي بشكل كبير جدا، اشتغل النهارده من العمق، وهو ده اللي نجح الزمالك النهارده على انبي. هو دايما الزمالك المباريات اللي فاتت كلها الطبيعي بتاعه انه بيلعب على اطراف الملعب، واحنا اتفقنا ان اطراف الملعب من السهل عليك لو ما عندكش سرعه ومهاره وحلول فرديه كلاعب طرف، هتبقى الامور صعبه على الفرقه بشكل كبير. النهارده لا، المدير الفني نقل الشغل كله، اشتغل من القلب النهارده، عنده اثنين لعيبه كانوا مهمين جدا النهارده، محمد ابراهيم وفرجاني ساسي، او فرجاني ساسي بالترتيب باولويات الترتيب الافضل ثم اللي بعديه. فرجاني ساسي النهارده دور كبير جدا، تحس ان هو بيلعب في فرقه كبيره، فرقه كبيره المهام الدفاعيه اللي بتاخدها معاه مهام هجوميه. سلم كام كوره النهارده؟ لعيب واحد سلم 55 كوره. اه حقيقي، كم باص اكتف، كم باص اكتف يا كابتن؟ النهارده ممكن تستلم 45 تباصي منهم 44 على بعرض الملعب، او 45 او مثلا 43 كره غير مؤثره. صحيح. لكن انت النهارده كل الباصات بتاعتك لقدام كلها باصات مؤثره، كلها على طرف الملعب عشان يتعمل كروس عرضي، يا اما كلها ثرو باس للفرود عشان يسجل هدف. النهارده في ارقام، بص يا سيدي، عمل 78% في رجال اساس النهارده تمريرات صحيحه، 78% عدد كبير. 34% من تمريراته هو لاعب وسط ملعب، 84% ايجابيه للامام، مش للعمق. عمل يعني ما فقدش الكره في ال 55 غير ثلاث مرات، ودي برضو نسبه كبيره جدا طبعا. حصل على لفريقه على 14 مره مساهمه دفاعيه، يعني شارف الامور الدفاعيه 14 مره طبعا. اسيست الاجوان بقى كمان، عمل جول اللي هو عمل جول طبعا، عمل جول وكم كره مع واحده اللي كمل فيها في 18 كويس. ده اللي احنا بنتكلم فيه، انك انت ازاي ما تبقاش لعيب بتلعب لعب سلبي. مهم جدا لو انت عندك واحد ديفندر او واحد ميدفيلدر بيلعب لعب ايجابي، لعب على المرمى، ده بيزود الفريق، بيزود عدد الكم بتاع اللعيبه اللي موجوده عندك في الفريق. انت دايما في الطريقه اللي موجوده دي الاثنين الميدفيلدرز دايما بتعتمد عليهم بشكل بنسبه 70 او 80% دفاعي، وبتعتمد على الثلاثه اللي من تحت الفرد والفرد اللي موجود عندك، دي طريقه اللعب. لكن النهارده لما يجي واحد من تحت يزود لك في الحته دي، يكمل يلعب في العمق، يلعب مع الفرود اللي موجود عندك، يلعب مع الاثنين اللي على طرف الملعب، ده بيزود الفريق بنسبه كبيره جدا. عشان النهارده كده، عشان كده احنا دايما بنقول ايه التغيير اللي عملها النهارده جروس، انه يلعب من عمق الملعب مع الاثنين الموجودين، فرجاني ساسي زائد محمد ابراهيم، بالشغل الفردي اللي بيعملوه والشغل الجماعي والشغل اللي على الجول، هو ده اللي عالى نادي الزمالك النهارده. يمكن الشكل اللي كان بيبني عليه كابتن خالد ان ازاي يقفل طرف الملعب، لكن النهارده تغيير اللعب
وانك تشتغل في العمق الملعب هو ده اللي زود نادي الزمالك النهارده. ازاي تشتغل لعيب بيلعب سرو باس من نص ملعب، لعيب بيلعب ينزل يدافع، لعيب دايما تلاقيه موجود دايما تحت ال 18 تحت الفرود، وده كان اللي ناقص نادي الزمالك المباريات اللي فاتت كلها، دايما تلاقي الثلاثه اللي موجودين قدام والاثنين يعني عبد العزيز ممكن شويه بيزود في الحته الهجوميه لكن ما عندوش مهام كبير. الفرقه الكبيره دايما هي اللي تلاقي الاثنين الاثنين قلب الملعب الاثنين في نص ملعب دايما بيزودوا في الحته الهجوميه، هم دول اللي بيسجلوا الاهداف يعني انت شفت انيستا وجافي دايما الاثنين موجودين في ال 18 الاثنين بيسجلوا اهداف. هي دي الكره الحديثه دلوقتي وهي دي الفرق اللي عايز تكسب كاس بلال. يعني امبي هو اللي سهل على الزمالك يعني الكلام ده كله. يعني انا اعتقد لو في ضغط على نادي الزمالك وفي فرقه عندها حماس وفي تركيز يعني حتى بيبقى مفهوم الاهلي مفيش ولا فرقه شدتني في حته الضغط الجماعي خالص مظبوط ولا مش مظبوط؟ تلاقي ناحيه بتضغط والناحيه الثانيه متاخره. ضغط فردي ضغط جماعي مش منظم حتى في اوقات في الملعب في حتى في نص ملعبك لما بترجع تدافع يعني حتى في نص الملعب انت بتتكلم يعني خمسه سته كده يغضوا يعني يروحوا لك السنه اللي فاتت اتعملت في النادي الاهلي بشكل كبير كان دايما بيعملها السوليه بشكل كبير قوي. افتكر جون الاسماعيلي جون الاهلي اللي سجلوا الهدف الثاني بالاسماعيلي الضغط الجماعي وده ودي الحته خد بالك دي الحته اللي بيميزها السوليه. السوليه مميز في الحته دي يا كابتن قوي بصراحه ان لو واحد بس اتاخر في الضغط الضغط لا وكمان السيد الضغط الامامي في التلت القداماني بيبقى فيه شيء من الصعوبه عشان كده بيبقى توقيته ايه مره مرتين في الشوط ثلاثه بكتير وبعدين لكن في نص الملعب بقى لما بترجع نص ملعبك ده المفروض قربت من بعض الثلاث خطوط المسافه ضاقت. فالنهارده الكره بتخش في اي شريحه في نص الملعب المفروض ان يبقى في عدد موجود يقدر يضغط. فمع الاسف احنا في الاسبوع الرابع اهو بدانا كابتن سيد الاسبوع الخامس برضو ما شفناش المحفوظه دي عليها اعتقد برضو ان الكابتن خالد ظلم عبد الرحمن عامر في حته الباك ليفت. اللعبه كله كان من ناحيه من ناحيته الشوط الاولاني بدالي ان هو خرجه يمكن قبل الشوط ما يخلص وعنده الحلواني موجود ونزله. طب ايه الحكمه ان انت تلعبش بالاساسي بتاعك وهو واضح ان هو كويس ما عندوش اصابه ممكن ولد صغير وهو لعيب كويس على فكره يعني عبد الرحمن لعيب كويس طبعا لعيب كويس فاهم من السنه اللي فاتت فانت برضو حته يعني فيها برضو علامه استفهام شويه تغييره شويه دي 44 كم كمل لغايه مثلا الشوط ممكن يبقى اصابه اي حاجه اي حاجه ده مش مكانه مش مكان عبد الرحمن تلعبه مش مكانه في الحته ممكن عشان السرعات بس عشان يستفيد منه السرعه فات كان حصلت له اصابه فلعيبه الماتش اللي فات فاستعان بيه فالامور مشيت مع المقاولين العرب تمام بس هي ممكن تمشي مش هتمشي على طول طبعا النهارده الاخطاء الساذجه كمان كابتن سيد من العمق من اثنين عندهم خبرات رامي صبري وصلاح سليمان يعني كانت ظاهره غريبه على نادي انبي النهارده اخطاء ساذجه اخطاء يعني ما ينفعش اثنين بالخبرات دي واخد بالك بالامكانيات دي يخطئوا الاخطاء دي وخصوصا في قلب الملعب يعني انت اول بالزبط. اول حائط صد للمرمى هما الاثنين دول فالنهارده لما بيبقى في ريسك وفي اخطاء بتعمل هزه للفرقه بتعمل هزه لل غير كده كابتن ماهر في نقطه مهمه في الجزئيه دي يا كابتن سيد لو انا لعيب مثلا كبرت في السن شويه وفي عندي بطء شويه التمركز الصح بتاعي او التوقع بيعوض الحته دي انما انا ابقى بطيء وكمان واقف غلط يعني استحاله بانت قوي في الكره اللي اتلعبت بالعرض جون يعني رايح لها يعني على رامي صبري بالظبط يعني وصلاح سليمان برضو الاندفاع انت المفروض لعيب خبره دلوقتي وعندك كم كبير من المباريات الاندفاع اللي على ال 18 ده سواء ممكن تجيب ضربه جزاء او فاولات على ال 18 دلوقتي الفاولات اللي على ال 18 دي مسافه اجوان يعني انت بتلعب فرقه كبيره كمان كابتن حشيش كابتن سيد لازم يبقى عندك في الشقين في نوع من الثبات وانت بتدافع لازم يبقى خطوطك قريبه من بعض تحترم طبعا نادي الزمالك نادي كبير فلما بترجع نص ملعبك لازم تبان الشراسه دي في الحته الدفاعيه وبعدين بيبقى انت من خلال تدريباتك مع المدير الفني مع خالد متولي اللي احنا شفناها في الجمل التكتيكيه او جمل الكونتر اتاك او الحاجات اللي انت عايز تباخد بيها نادي الزمالك او تبادر بيها نادي الزمالك ما كانتش موجوده النهارده. فيعني انا شايف ان في سؤال ثاني برضه كابتن سيد مهم جدا يعني انا كمدرب بقى زي ما كابتن خالد بيقول انا نزلت عامل تكتيك معين لقيت ان اللعيبه بتاعتي ما فيش تركيز زي ما بيقول ما فيش ولا واحد في حالته
افضل العب بنفس التكتيك ولا ابتدي مثلا بعد الاوفسايد ان احنا النتيجه 1-2-0 ابتدي بقى العب بتكتيك ثاني اغير شويه، اقفل قلب الملعب قدام السرد باكين، اعتمد على الهجمات المرتده، لان خلاص انا عرفت النهارده الفرقه مش في حالتها، مش يوم الفرقه بتاعتي، يبقى اهم بقى كابتن بلال عشان تغيير يعني ما اقدرش طريقه اللعب عشان النتيجه بس ما تزيدش. طالما صح كده، طالما حتى في الملعب يعني لو لاعب عبد الرحمن عامل في مكان ولاعب الناس بالظبط كده والعب العادي بقى، طالما يعني زي ما كابتن مالك اسف يا بلال بس يعني الناس دي نجحت معاك السنه اللي فاتت، يعني عبد الرحمن عامل ده نجح معاك في المكان بتاعه في صحيح السنه اللي فاتت، صحيح. فلما تحصل ضروب زي ده ولا حاجه رجع لنفس الطبيعي بقى الطبيعي بتاعه. وطالما عندي يعني طالما المدير الفني شايف ان في فرق سرعات ما بين المهاجمين وما بين المدافعين، لازم ارجع شويه المدافعين شويه، اخلي الفرق ما بينه وبين خط الاوت قليل شويه عشان الكرات الطوليه، ما ينفعش يبقى انا عندي فرق السرعات دي كلها بالظبط، ما ينفعش يبقى عندي فرق السرعات دي كلها وبرده سايب بلعب 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 تلت ملعب بدافع من تلت ملعب، صعبه جدا على المدير الفني. طيب بعد خمس اسابيع وجهه نظر شخصيه تتفق وتختلفوا بقى يعني سريعا كده عشان عندنا كذا نقطه عايزين نروح ليها وكذا منطقه عايزين نتكلم فيها. بلال كابتن حشيش كابتن ماهر، اقوى حاجه في نادي الزمالك هم الاثنين اللي في النص، صح؟ الاثنين اللي على الدايره، اقوى حته في نادي الزمالك هم الاثنين دول، فرجاني ساسي وطارق حامد او محمود عبد العزيز، فرجاني ساسي رقم واحد بالظبط. تتفق ولا تختلف؟ اه انا طبعا بحيي الجهاز الفني ان اختياراته كانت على اعلى مستوى النهارده، لما بتضيف فرجاني ساسي واحنا شفناه يعني مع الترجي، شفناه مع منتخب تونس لعيب 27 سنه نضج نضج بشكل كبير جدا لياقيا، لسه برضه لسه لياقته البدنيه. اقول لك حاجه فيها حته نفسيه، اقول لكم حاجه فيها حته نفسيه، اقولها ولا بلاش؟ اقولها. عايز يمشي والله. لا هو اضافه، انا بهزر اضافه اضافه كابتن سيد بشكل كبير جدا، واضح ان هو عنده امكانيات زي ما اتكلمنا دفاعيه رقم واحد كويس، وبعدين هجوميه رقم اثنين مع الترجي التونسي. بصراحه الترجي التونسي بص الترجي التونسي شخصيه قريبه جدا من الاهلي، الترجي التونسي شخصيه قريبه جدا من الاهلي، فانا شايف في تشابه كبير جدا جدا، السعودي شخصيه قريبه جدا جدا من الاهلي، يعني تلاقي الترجي والهلال السعودي شخصيتين في الفرق الكبيره صحيح قريبه جدا منها. انا شايف انه مكسب كبير جدا كابتن سيد، عمل توازن لنص ملعب نادي الزمالك، ربط بين الدفاع وبين الهجوم، واضح ان عنده رؤيه، بيزيد من مباراه للاخرى كمان تصويباته، ده احنا لسه ما شفناهش، يعني عنده برضه تصويبات بيجدها بشكل، هو ما كانش بيلعبه على الخلفيه ده، هو كان بيلعب بس هو دلوقتي بقى دلوقتي هيبقى نمره واحد وهيحط عليه بقى واحد من الاثنين، يا طارق يا محمود، وده الصح وده الصح. طيب في حاجه عايزين تضيفوها في منطقه الزمالك وانبي قبل ما نروح لمنطقه ثانيه لعمرو السوليه ومين يعوض غيابه؟ عايز تقول حاجه بلال في المنطقات تغييرات اي حاجه؟ لا هو الجيم مشي يعني، انا بس مش هتكلم عن ضربه الجزاء، تعباني ضربه الجزاء دي والله. لان يعني لسه امبارح الكوره بتاعت عصام بعيده خالص، يعني الراجل راح ووقف، انت فاهم ازاي؟ وده احتكاك مباشر زي ما بقوله من فوق ومن تحت، بس يعني بالايد وبال محمد معروف، كابتن محمد معروف انا بعزه جدا ومحترمه جدا، بس هو مش موفق مع ادارته الزمالك. خلي بالك يعني انا عندي ذاكره في التحكيم كويسه جدا، كابتن محمد معروف لغى جول للداخليه مع الزمالك برضو، كانت الكره تعدت خط المرمى في موسم 2015-2016 مع الداخليه. اللي هقوله ده رجعوني فيه، وحسب بينالتي للزمالك مع النصر ما كانش بينالتي خالص، وحسب بينالتي السنه اللي فاتت لامبي للزمالك مع امبي وباسم مرسي لو تتذكروا ما كانش موفق خالص، والسنه دي مع كره امبي دي فهو وبعدين كان من المميزين جدا، وبعدين جداً كان قريب، يعني المشكله انه قريب منها، هو مميز جدا، هو مميز جدا، بس هو ممكن في حكم مش معنى كده انه ما يروحش لا يحكم تاني، يا بص الايد والرجل حتى لو في غلطات يروح تاني، الايد والرجل يعني مش يعني يعني بتحصل يا نهار اسود، انت عارف يا نهار اسود يا نهار اسود اوكي. تعالى نتكلم على عمرو السوليه ومدى غيابه، شاركتونا على تويتر وعلى الفيسبوك، خلينا نشوف راي نجومنا كابتن ماهر وكابتن حشيش وكابتن بلال. كابتن ماهر، عمرو السوليه ارقام كبيره جدا مع النادي الاهلي، غيابه هيبقى مؤثر جدا، وخصوصا كمان ان غيابه قد يمتد للمواجهتين بتوع افريقيا، يعني ايا كان بقى وفاء الصيف او حوريه الغيني او اول اغسطس الانجولي، ايا كان الوضع، لكن مين يعوض غياب عمرو السوليه من وجهه نظرك كابتن؟ لا بص يا كابتن سعيد، يعني عمرو السوليه مكسب كبير جدا، زي ما اتكلمنا على الساسي كده في نادي الزمالك، انا شايف ان عمرو يعني كان مكسب كبير جدا، وبحييكم طبعا على اختياركم بشكل جيد لعمرو السوليه، لان عمرو من اللعيبه السنه اللي فاتت نضجت بشكل كبير،
ارقام يعني انا شايف ان عمرو السوليه مكسب لينا للنادي الاهلي خامه من خامات. اولا شخصيه جميله محترمه، راجل مهذب يعني بيحب شغله، بيتعامل معاه كمان محترم يعني من الناس اللي هي شغلها من بيتها لشغلها يعني ما بيسمعش عنه حاجه، لعبه المريحه، ما عندوش مشاكل، انذاراته قليله، اعتراضاته على الحكام قليله، مساعدته لزمايله بشكل كبير جدا اذا كان خط الظهر او نص الملعب او المهاجمين، بيمثل قوه ضاربه جدا في وتوازن في وسط الملعب لما يبقى عاشور الاثنين موجودين. هو كمان بينطلق هجوميا، يعني لو هنتكلم على الجوانب الدفاعيه راجل بيعرف يجيد التغطيه على الميلان ناحيه الجبهه اللي بتخترق الباك والجناح، بيقدر هو يميل بشكل كبير جدا في التغطيه والميلان، حتى كمان وهو الاستحواذ بتاعه وانقضاضاته والضغط اللي بيعمله يا كابتن سيد طول ال 90 دقيقه توقيتاته صح وبيقطع صح وبيستخلص صح، يمكن اكتر واحد في نص الملعب دفاعيا بيقدر يستخلص الكوره في جميع لعيبه نص الملعب اللي في النادي الاهلي. النقطه الثانيه لما بيتنقل بقى للحاله الهجوميه، اولا بصير كويس قوي يعني اسيست كويس، بيقدر يطلع حاجات البينيه، يقدر يطلع حاجات العرضيه، يقدر يعمل لك لونج باص في مساحات فاضيه لازارو او معظم مهاجمينا اللي بيخترقوا. النقطه كمان اللي بتميزه كابتن سيد وبدا كمان هو يحطها ويعمل لها اضافه، التصويبات من خارج ال 18 في التوقيتات كمان رجليه تقيله، عوض لنا يمكن عبد الله السعيد في حته التصويبات من خارج ال 18 بيجيب منها اهداف، حتى كمان يمكن الكورسات العرضيه الحاجات اللي فيها كور ثابته كمان بيخش الصندوق او بيخش البوكس كمان وبيقدر ان هو ينط في الحاجات ديت وينطلق من خلال الحاجات دي. فانا شايف ان السوليه هيأثر بشكل كبير جدا على نص ملعب النادي الاهلي. لكن انا شايف البديل اكرم توفيق يمكن هو اللي محتاج فرصه خلال الفتره اللي جايه. السنه اللي فاتت كان برضك يمكن اكرم بيتمرن بشكل ايجابي، بيلعب يمكن المباريات الحبيه معظمها، لكن يعني كانت فرصته صعبه جدا ان هو ياخد فرصه وفي وجود عاشور والسوليه. لكن انا شايف في غياب السوليه اكرم توفيق اقرب واحد انه يشغل هذا المكان. طيب تكمله لكلام حضرتك او استشهاد بكلام حضرتك ده تكمله عمرو السوليه، خليني اقول لك ارقام برضه كابتن حشيش وتقول لي رايك مين اللي ممكن يعوض غياب عمرو السوليه في الفتره اللي جايه. عمرو السوليه لعب 5 مباريات السنه دي، كان بديل في مباراه، عدد الدقائق اللي لعبها 421 دقيقه، صناعه فرص 5، تمريرات طوليه 37 تمريره، الصحيح منها 19 يعني اكتر من 50%، مراوغات ناجحه 5، محاولات على المرمى 5، حصل على اخطاء 5، قطع كرات 43. رايك في عمرو السوليه وبعدين قول لي كمان مين يغني. طبعا عمرو لعيب كويس يعني ثبت وجوده في النادي الاهلي خلال السنين اللي فاتت، يمكن كان بدايته يعني متعثره شويه مع النادي الاهلي، كان بيلعب شويه ويقعد. الفتره الاخيره لما ابتدى ياخد من السنه اللي فاتت ويلعب بصفه مستمره ابتدى يزيد في الملعب، كان في المقام الاول في بداياته كان معتمد على الناحيه الدفاعيه، كان بيقطع ويسلم جنبه، ابتدى يطور من ادائه خلال الفتره الاخرانيه، شفناه بيلعب لونج باس في العمق، بيلعب كبلاي ميكر، بيزيد وراء المهاجمين، التصويبات كمان عنده، كمان في الكور الثابته بيلعب دماغه كويس. طبعا هو خساره كبيره للنادي الاهلي ان هو يفقده في التوقيت ده، داخلين على مرحله ماتشات صعبه وافريقيا، لازم الجهاز الفني دلوقتي يفكر في البديل اللي ياخد ويثبت في الملعب. انت مش بتفكر دلوقتي في ماتش واحد انه هيغيب ماتش واحد ولا اتنين، هيغيب شهر الله العالم، طبعا شهر يزيد بعد كده او يعني اكتر من شهر، فانت 3 لـ4 اسابيع انت عايز برضو واحد ياخد الثقه. انا في رايي اللي ياخد مكانه هو اكرم توفيق، لانه كمان اكرم اقل واحد خد مباريات من السنه اللي فاتت بصراحه. ممكن الحزبه الفنيه يقول لك انا داخل على ماتشات افريقيا، فدي برضو الخبره الافريقيه مطلوبه في الحته ديت، فهو في التوقيت ده المرحله اللي انت غصبا عنك انت لازم 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 تدي، وكله بيلعب كده كله بيلعب في ظروف زي كده بالظبط كده يعني وممكن يثبت وجوده، وهو كمان ولد عنده نوع من انواع الشراسه اللي مطلوبه في نص الملعب، بيدافع كويس، مجهوده كبير، لعيب لسه صغير في السن، ياخد بس الثقه، ما يحسش ان هو لغايه دلوقتي حاسس انه البديل، لازم ياخد ويلعب بصفه اساسيه ويبدا المباريات، ماتشين ورا بعض هيفرق جدا انا في رايي. طيب كابتن بلال اتكلم عمرو السوليه ولا اتكلم عن البديل؟ السوليه والبديل. بص انا طبعا الكباتن قالوا كل حاجه يمكن على عمرو، لكن انا الحاجه اللي انا شايفها متميزه في عمرو ان هو لعيب متطور، يعني انا ما بحب يعني اللعيب الثابت المستوى
دايما انا ما يعني ما بفضلوش، لكن اللعيب اللي بيطور نفسه، اللعيب المتطور هو لعيب متطور، ازاي بيقدر ينمي نفسه، ازاي بيقدر يطور نفسه، ودي حاجه وضحت جدا جدا السنوات اللي فاتت جدا لما كان جه الاهلي الثقه كانت قليله شويه، كان عنده تحفظ شويه اللي هو اللعب الدفاعي، لكن النهارده بقى يطور من نفسه، بقى عنده تواجد في الحالات الهجوميه، وده اكتر حاجه بتميز اللعيب اللي بيلعب على الدايره، اللعيب اللي بيلعب على الدايره اللي عنده تميز هجومي او عنده يعني نواحي هجوميه ده بيبقى متميز جدا، وهو ده اللي علم من كفه عمرو السوليه الفترات اللي فاتت. لو هو لعيب بس بيدافع بس، في كتير جدا من اللعيبه اللي بتقدر تعمل الدور ده اللي هو الدور الدفاعي فقط لا غير. بالنسبه لمين البديل، هي في مشكله يعني انا دايما بشوف ان الاثنين اللي بيلعبوا على الدايره لازم واحد يكون عنده الحته الدفاعيه مميزه وحد تاني يكون عنده الحته الهجوميه مميزه شويه، ما يبقوش الاثنين زي بعض، يبقى مختلفين شويه. يعني اكرم توفيق لعيب مميز جدا، ولكن هو برده نفس ستايل حسام عاشور، هي نفس طريقه اللعب، الحته الدفاعيه، الجري، الضغط في نص ملعب. انت برده كنادي اهلي عشان انت بتهاجم في كل الاوقات يا كابتن، فبتبقى محتاج واحد من على الدايره يكمل في الحياه الهجوميه، يبقى دايما موجود تحت ال 18، خاصه الطريقه اللي بتلعب بيها، طريقه فيها فرد واحد بس. النهارده احنا بنقول فرجاني ساسي لعيب مميز ليه، او عمرو السوليه مميز ليه، لانه دايما بيكمل في ال 18، لانه دايما بيعمل اسيست يعني للمهاجم، دايما بيعمل ثرو باس. فانا شايف يعني من وجهه نظر يعني ما اعرفش انا يعني، لكن الناس معظمها في الجزئيه دي، الناس معظمها اكرم عنده ولا ما انا اتفرجت عليه مع النادي الاهلي فترات كتير، واتفرجت عليه في امبي، هو ما عندوش الحته الزياده ممكن تيجي مع المباريات، عنده حته تسويب ممكن تيجي مع المباريات زاد يعني شويه، شفته في امبي عشان ما كانش بيلعب. انا بقول لك انا ممكن يتطور، ما احنا عمرو برضو قلنا لما جه النادي الاهلي ما كانش الحته دي مش موجود، ولكنه تطور يعني مع الثقه، لكن هي عنده طالما هو تطور وقدر يوصل لها يبقى هي اوريدي كانت موجوده عنده، وهو كان عنده الكلام ده، هو في الاسماعيلي كان مميز بالحته دي، كان دايما حتى كمان في بعض الاوقات في الاسماعيلي كانوا بيلعبوه تحت الفرو يعني كان بيكمل في الحته دي، هو مميز في الحته دي حقيقه. فانت محتاج في المباريات اللي جايه واحد يلعب بنفس الستايل بنفس الشغل. انت عندك يعني انا بشوف نيدفيد من افضل اللعيبه اللي بتلعب بالحته دي، اللي بيجيده محمد حمدي من افضل من اللعيبه برده اللي بتلعب الحته دي كويس قوي، اللي هي بتكمل لعيب الميد فيلدر اللي بيكمل من تحت الفرد اللي بيساعدك، خاصه انت كشخصيه النادي الاهلي انت ما بتلعبش دفاع، انت مش محتاج سته في خط الدفاع، فمحتاج يعني الثلاثه الاربعه الموجودين واحد محتاج معظم مباريات بالظبط يعني 90-80% من المباريات. انت عايز انت دايما حتى 100% من المباريات او 99% انت دايما بتهاجم بتلعب الحته الهجوميه، فدايما محتاج الناس المميزه في الحته الهجوميه. اي فرقه في الدنيا ممكن تدافع كويس قوي، لكن مش اي فرقه تقدر تخترق الدفاعات، ومش اي فرقه تقدر تهاجم. فانت محتاج واحد بنوعيه نيدفيد مثلا، بنوعيه محمد حمدي، اللعيبه اللي تقدر تكمل، اللعيبه اللي عندها مهاره، اللعيبه بتقدر تصوب. احمد حمدي احمد حمدي. لعيب مميز جدا، انا شايف انا اتفرجت عليه السنه اللي فاتت، لعيب مميز جدا جدا، هو بياخد رقم 10 مش الديفندر بالظبط، الناحيه الدفاعيه عنده في حته ان هو يبقى ما عشان كده بقول لك بتبقى محتاجه في اوقات. طيب خلينا نلخص كلامك كابتن بلال، انت عايز تقول على حسب اللي انت عايزه من المباراه بالظبط، وانا ممكن اميل لدي يعني انا ممكن اميل مثلا ان انا في مباراه عايز فيها استحواذ ممكن هشام محمد، صح هشام محمد يعني احسن في باص كويس جدا والامور تمشي واديله وياخد فرصه برضه، هشام محمد ده يعني هايل جدا ايام ما كان في الاهلي وهايل جدا لما كان في مصر المقص، وعنده خبرات عايز كميه جري كبيره جدا، ممكن يبقى في اكرم توفيق وفي واكرم اديله الفرصه وياخد خبرات ومواقف لعب، ما هو اللعيب بيتطور ازاي من مواقف اللعب، خبرات بياخدها في مواقف لعب. صحيح. ممكن في افريقيا استعين بهشام، استعين باكرم، استعين باحمد فتحي، صح احمد فتحي في الحته دي برضه هايل جدا، لكن لو عايز اشوف برضه انا لازم برضه يعني احضر بقى يعني حسام عاشور، ما هي دي اللي احنا بنقول عليها ان انا اللي ما بياخدش بقى ياخد يعني انا في رايي ان اكرم اقل واحد بصراحه خد، فانا مش قادر احكم عليه كويس برضه، انا عارف ان امكانياته كويسه بس لازم اديله يا بلال عشان يطور من نفسه في الملعب بالظبط، يعني لما انا احس ان انا بلعب تلت ساعه نص ساعه على حسب الماتش وبقعد على طول، لما اخد بقى ماتش انك تنزل في التشكيل الاساسي يعني كلكم لعيبه كبار، انك تنزل في التشكيل الاساسي ده ماتش واثنين وثلاثه تديك الثقه، بتعمل حاجات بتطور من نفسك، بس زي ما سيد قال يا حشيش حسب استراتيجيه الراجل الفني ايه المطلوب من المرحله اللي جايه دي، لو انت مطلوب انك وارد تحتاجهم يعني هشام محمد ده حد لعيب جامد جدا جدا جدا، ممكن تلاقي نفسك لا قدر الله ظروف تسوقك محتاج نفسك تبقى محتاج الاثنين هشام واكرم في ماتش واحد، وده حصل في ماتش المصري السنه اللي فاتت، صحيح ماتش المصري الدور الثاني والاثنين عملوا ماتش رائع جدا، لان خلي بالك برضو ان عاشور يعني برضو في التخير الاصابات والحاجات دي، فانت ممكن زي ما انت بتقول تحتاج على طول بالظبط، المباريات من غير اصابات ولا حاجه السنه دي صعبه جدا، السنه دي صعبه جدا، هتسافر غينيا ولا الجزائر ولا انجولا وبعدها بيومين ثلاثه هتلعب مباراه ولا حاجه وبعدين هتلعب بالفرقه دي تاني وبعدين تطلع على لبنان وبعدين ترجع تاني هنا، عشان كده بقى احنا لازم نشيل بقى بالراجل المدير الفني
ان هو سياسه التدوير اللي عاملها دي في خلال المباريات بصراحه يعني انا عاجبني قوي فيها. حاول يلاعب الناس كلها في يعني في على حسب ظروف المباراه كل واحد بياخد، بس لازم يبقى كله رجله في الملعب. ما ينفعش خلال الفتره اللي جايه دي السنه دي زي ما انت بتقول يا بلال الدنيا مضغوطه، ما ينفعش ان حد يبقى بعيد ويستنى لما يحصل حاجه لعبه. صحيح. بس ياخد بالك حشيش هتفرق معانا جدا يا بلال يا سيد لو الاثنين مش موجودين، يعني عاشور بخبرته والسولية هتفرق معانا، لان برضك خبره هشام وخبره اكرم ونتفد مش زي عاشور والسولية عشان كده بنقول نتمنى ان يعني ربنا طبعا يسلم عاشور يسلم اللعيبه كلها، ان عاشور يبقى موجود ويبقى البديل يعني اقرب حسب احتياج الفرقه، هشام لو احنا قلنا عايزين نزود حاجه فيها. طب هل هيبقى في تعاقد في يناير على حد في ميد فيلد نص ملعب؟ يعني بص الكره علمتني ان الكره فيها متغيرات كتير. انا قلت امبارح ان في حاجه كويسه جدا، في صفقه كويسه جدا يعني، لكن الكره كمان حاجه شبيهه كده بالنص الملعب ولا الكره علمتك ان في متغيرات. بالظبط يعني النهارده بتفكر بطريقه بعد شهرين ثلاثه ظروف ظروف اصابه لا قدر الله، ظروف حاجه حسب الظروف على حسب الظروف. اوكي هنطلع تقرير خاص بواحد من نجوم المرحله اللي احنا فيها، واحد من نجوم المرحله اللي احنا فيها صلاح محسن وانضمامه للمنتخب والتاكيد على الجهاز الفني للمنتخب مع نفسهم وبينهم ومن بعض ان هو هيكون فيرود مصر او راس حرب مصر الاساسي. صلاح محسن هو فتره من اهم فترات حياته متميز فيها جدا، لكن ابني عليها يا صلاح، ابني عليها يا صلاح. تقرير عن صلاح محسن ونرجع نتكلم على اللقاء الغد لقاء الاهلي والانتاج الحربي. اهلا بيكم ليله مباراه الاهلي والانتاج الحربي اللي دايما ظروفها بتبقى مش عاديه يعني مش سهله كده، اوقات تفتكروا المباراه سهله مش عشان وجود بس على الدكه، هو مش هيبقى على الدكه بكره كابتن مختار هيبقى في المدرجات لانه واخد طرد في المباراه اللي فاتت امام الجونه، لكن في النهايه هيديرها بشكل كويس، دماغه كلها كوره فما تفتكروهاش سهله ابدا. خليني اقول لكم يعني كارتيرون المدير الفني الفرنسي للنادي الاهلي اختار مجموعه من اللعيبه لمباراه الغد، محمد الشناوي وعلي لطفي، ايمن اشرف، محمد هاني، سليف كلوبالي، ومحمد نجيب، واحمد فتحي، واحمد علاء، هشام محمد، كريم نيدفيد، واسلام محارب، ومحمد شريف، وناصر ماهر، واكرم توفيق، واحمد حمودي، وميدو جابر، ومؤمن زكريا، وصلاح محسن، ووليد ازارو، ومروان محسن. كابتن ماهر اختيار مروان محسن في اللحظات اللي زي كده او في اللحظات الاخيره صحيح بسبب استبعاد احمد حسن للاصابه، لكن في النهايه معنويا بالنسبه لمروان في التواجد مهم. جدا يا كابتن سيد احنا محتاجين مروان بصراحه يعني مروان من فتره كده حاسين مروان مش بحيويته مش بنشاطه مش بادائه الفني المتميز، فاحنا مش عايزين نبعد مروان بعيد. طبعا بحيي الجهاز الفني ان هو قدر انه يقرب مروان في خلال الفتره القادمه، لان اللي جاي صعب يعني المباريات كلها بالنسبه لنا اذا كانت افريقيه او عربيه او محليه في منتهى الصعوبه، ويمكن زي ما انت قلت يا كابتن سيد المباراه اللي جايه مع الانتاج الحربي بنتعامل مع خصم موجود مجلس اداره متمسك بمدير فني بقاله سنتين، مدير فني كلنا عارفينه كابتن مختار من اذكى زي ما انت قلت من اذكى المديرين الفنيين الموجودين على الساحه، عنده خبرات كثيره كلاعب وكمدير فني، اشتغل في النادي الاهلي في مرحله مستر مانوش جوزيه اكتسب فيها بعض الشغل الفني او التكتيكي من خلال هذه الفتره. شخصيه مختار بتنعكس على لعيبه الانتاج، اللعيبه كلها بتحترمه بتحس بامكانياته الفنيه بيحاولوا يشتغلوا الكلام اللي هو بيقوله. كابتن مختار بقاله سنتين حصل تغييرات بشكل كبير السنه اللي فاتت عن السنه دي، السنه دي بقى في ثبات في التشكيل في الثلاث خطوط، نتائجهم واضحه من خلال بدايه الدوري، عندهم استراتيجيه هو اتكلم قال لك ان احنا عايزين نحافظ على المكانه اللي احنا نهيناها السنه اللي فاتت سادس على الدوري الممتاز، نتمنى ان المكانه تزيد خلال المربع الفتره اللي جايه. مختار من خبرته في الدوري الممتاز عنده اختيارات موجوده من خلال الثلاث خطوط، اختيارات كلها فارقه مع الفرقه، ثبات التشكيل من خلال حراسه المرمى عامر
عنده خط ظهر مكون من ناحيه الشمال شديد قناوي، احنا كلنا عارفين شديد من خلال خبرات اللي هو اكتسبها في النادي الاهلي والمصري كل المحطات اللي راح من خلالها. عنده عبد الرحمن بودي من ضمن اسمه صغير لكن لعيب كويس هايل وسريع وقوي وعنده شخصيه بيقدر يفرضها، وكمان بيعملوا حاجات جميله كابتن سيد. طبعا قلب الدفاع عنده وهاب، ده عنده 21 سنه يعني اول اختيار للاعب في قلب الدفاع كابتن مختار يختاره في جميع الفرق المصريه، مساك زي وهاب 21 سنه من المساكين الافارقه المحترمين، بيقدر يجيب اجوال، عنده بيجيد العاب الهواء في الحته الهجوميه ويجيد العاب الهواء في الحته الدفاعيه. عنده طبعا ابن من ابنائنا معاذ الحناوي اللي كان من ناشئين النادي الاهلي، اكتمل بشكل كبير جدا مع كابتن مختار، نضج بشكل كبير. عنده نص الملعب كابتن سيد احمد ديودارو بيلعبه في حته نص الملعب الديفندر، بيلعب ديودار على اساس انه خبره يقدر يقدر يعمل توازن بينه وبين خط ظهره بشكل جيد. عنده محمود حماده وغنام محمد، دول صغيرين في السن مواليد 97، بيضيفهم الكابتن مختار وعنده ثقه بشكل كبير بالنسبه لهم. عنده ثلاثه مهاجمين سراع واقوياء افارقه بيعتمد عليهم في الشكل الهجومي بشكل جيد، موسى وجيمس وويليام، وشفناهم يمكن في المباراه السابقه ما بيهمدوش وسرعة واقوياء وبيجيبوا جوال. كابتن مختار بيلعب بجمل تكتيكيه محفظها بشكل جيد عن طريق الاطراف، بيلعب بجبهات يعني الجبهه اليمين فيها عبد الرحمن بودي ومعاه محمود حماده، بيلعب احمد شديد قناوي ومعاه الغنام من ناحيه الشمال، وبيربطوا بقى طبعا مع موسى قدام وبيربطوا مع جيمس بشكل جيد. الكور الثابته كمان يا كابتن سيد بتمثل خطوره بشكل جيد لان هم بيجيدوها وبيتمرنوا عليها كويس وبيجيبوا اهداف منها. طيب كابتن حشيش، المرحله اللي انت فيها كمان الراجل ممكن يبقى في حيره، عايز العب صلاح محسن تمام متميز بالفتره اللي فاتت، وعند وليد ازارو متميز اصلا ما شاء الله، هغير الطريقه عشان العب بالاثنين ولا استمر على الطريقه وبرده اكمل موضوع كامبالا سيتي زي ما ريحته على الدكه ونزل كان له تاثير برضو، العب بايه؟ لكن قبل ما حضرتك تجاوبني تعالى بس يا سمير عشان في خبر مهم جدا دلوقتي على طول، عشان كل اللي بيتابعنا على قناه الاهلي يبقى متابع معانا على طول، بتتفرج على التحليل، بتشوف الاحصائيات، بتشوف الارقام، بتشوف نجوم كبيره جدا 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 ليها خبرات وليها كلام وجهات نظر، لكن كمان الاخبار تبقى سريعه بالنسبه لكم. رمضان صبحي خارج مباراه النيجر رسمي، فالاصابه هتمتد لثلاث اسابيع، فبالتالي اعلن الجهاز الفني اجيري المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر استبعاد رمضان صبحي، وبالتالي في بديل هيكون في الفتره اللي جايه، هنشوف هل البديل ده هيبقى موجود من العناصر في مصر ولا خارج مصر، من الاهلي من الزمالك من الاسماعيلي، هنشوف بكره، لكن رمضان صبحي خارج مباراه النجم. اتفضل يا كابتن حشيش. عايز اتكلم على مروان محسن تاني، لان مروان محسن لازم الجهاز الفني ياخد باله من الحته النفسيه. الراجل ده كان بيلعب مدرب مكسيكي، معلش المدير الفني المكسيكي، انا قلت برتغالي معلش. فمروان محسن لازم الحته النفسيه الجهاز الفني ياخد باله منها قوي، لان الراجل ده كان بيلعب نمره واحد في منتخب مصر، والراجل لعب فترات كبيره في منتخب مصر وكاس عالم وكده، يجي يقعد، فدي برضو الحته النفسيه بالنسبه له. وما ننساش برضو ان هو تم استبعاده من المنتخب في الفتره دي نتيجه لانه ما بيلعبش في النادي. الحقيقه الراجل اداله برضو يعني الراجل اداله في يعني في بعض يعني اداله في الماتش بتاع الترجي هنا في كان اخر حاجه يمكن لعبها افريقيا، لا كان الترجي اللي فات الجهاز ازاي بس رمضان مروان لعب ماتش الاسماعيلي لو تتذكر تمام، ولعب مباراه النجمه كلها والباقي بقى على فترات يعني ينزل ربع ساعه نص ساعه يعني ما كانش سيء، ما هو برده عايز ياخد مباراه كان عامل اسيست او مساعد في الاسيست بتاع جول يعني انا اقصد ان هو عايز يخش برده في مصاف اللعيبه اللي هي الاساسيه. راجل كان لعيب اساسي في النادي الاهلي ومنتخب مصر، لازم يرجع تاني وطبقا لسياسه التدوير دي اللي شغاله في النادي، انت لازم برضو انت مش هتعتمد على ازارو في كل المباريات اللي جايه، لان احنا قلنا برضو في افريقيا وفي البطوله العربيه وفي الدوري المحلي، فانت لازم برضو يعني تساعد مروان ان هو يلعب عشان برضه يتبص له برضه في منتخب مصر، لان اللعيب برضه انت عارف لما بيلعب منتخب مصر ويرجع يقعد ويبعد عن المنتخب
برضه يعني بيبقى نفسيته مش تمام، بتاثر على ادائه في الملعب. لو هنتكلم بقى على مباراه طبعا بكره، المباراه طبعا صعبه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. صعب طبعا طبعا طبعا. صعوبتها تكمن في وجود كابتن مختار، بيعرف من المدربين اللي بيعرف يلعب الانديه الكبيره. انا في رايي كابتن مختار من المدربين القلائل اللي بيلعب على الخصم، ما بيلعبش بطريقه ثابته المباراه كلها، بيلعب النادي الاهلي غير ما بيلعب فرقه تانية، بيلعب على بيلعب كمان على مفاتيح اللعب في النادي الاهلي، وبيركز قوي على نقاط الضعف في الفرق اللي بيلعبها. عنده ثلاثه يعني افارقه فيهم سرعه كبيره جدا جدا ومجهود كبير جدا، بيقفل الملعب كويس قوي قوي، وبيقدر يلعب على هجمات المرتده، ممكن تعمل مشاكل مع النادي الاهلي بكره في حته السرعات. انا ما اعرفش مين اللي ممكن يلعب في حته القلب عندنا بكره، ممكن كوليبالي معاه مثلا سعد سمير برضه، حته السرعات دي هتبقى يعني صعبه شويه، فلازم اللي هيلعب ديفندر سواء حسام عاشور او ايا كان اللي هيلعب جنبه مثلا اكرم، لازم يبقى واحد منهم في حضن السردباكات عشان الحاجات الـ 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 الحاجات المرتده السريعه. مهم جدا ماتش بتاع بكره من النادي الاهلي للتكمله، الثلاث نقاط الموجودين ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي ياخدهم بكره مهمين جدا، لان زي احنا بنقول دايما ان في محطات كده في الدوري او في مشوارك في الدوري، زي مثلا اسماعيلي، زي فرقه المصري، الفرق دي من ضمنهم فرقه الانتاج الحربي بالذات بتعمل مباريات كبيره قدام النادي الاهلي. اتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي بكره. طيب بلال، غياب وليد سليمان لوليد ومرحله كان من احسن المراحل اللي في الفتره الاخيره كلها بلا استثناء، يعني مفيش مباراه والثانيه كان 50% و60% كلها داخل على نسبه 90%، غيابه بكره. ثانيا طريقه اللعب المعتاده الكابتن مختار مختار ان هو ممكن يلعب ليبرو متقدم على فكره، يعني ممكن يلعب، عشان يقول لك الاهلي ممكن يلعب 4-2-3-1 اللي يقابل ناصر ماهر فاطلع له باحمد ديودار مثلا ولا حاجه ممكن. طبعا طبعا وليد طبعا غيابه مؤثر بشكل كبير جدا، يعني كان الاهلي الفتره اللي فاتت يمكن الاربع خمس مباريات اللي في بدايه السيزون كان وليد هو اللي بيعمل الشغل كله تقريبا من النادي الاهلي، او معظم الشغل اللي كان الهجوم اللي كان بيتم عند للنادي الاهلي كان عن طريق وليد سليمان. لعيب عنده خبره، لعيب عنده سرعه، كان كمان معدل اللياقه البدنيه بتاعته والمجهود البدني اللي كان بيبذله في الملعب يا سيد مجهود كبير جدا. لعيب عنده مهاره، عنده حلول في الملعب، عنده شخصيه، ودي الحاجات اللي بيتمتع بيها النادي الاهلي طبعا. صحيح. وموجوده في وليد سليمان، يعني انت لما تيجي تتكلم على لعيب عنده صفه، عنده صفات النادي الاهلي، ممكن نقول وليد سليمان من اللعيبه اللي عندها صفات النادي الاهلي، اللي هو النادي الاهلي طبع عليه. صحيح. لعيب متميز جدا، عنده قرار داخل الملعب، بيضغط، وهو من اللعيبه اللي بتجيد حته عمليه الضغط، يعني من المهاجمين اللي انا بحبهم او اللعيبه اللي بتلعب على طرف الملعب اللي بتعرف تضغط ازاي على الخصم وبتختار التوقيت الصح اللي بتضغط عليه، يمكن عامل الخبره ساعده بشكل كبير. وليد عنده سرعه، مميز جدا بالسرعه بتاعته، ودي برضو عامل مهم جدا جدا كلاعب بيلعب على طرف الملعب. فطبعا اكيد غيابه هو اثر اوريدي اساسا، يعني المباراتين اللي فاتوا شفناهم من غير وليد شايفين تاثير، يعني برضو عشان نبقى منصفين، اللعيب بتلعب بقالك فتره بتأدي بشكل كويس جدا، فجأة رتم، يعني خد بالك الفرقة بتبقى عبارة عن رتم، التيم نفسه بيبقى رتم، رتم الأداء بتاعك فيه سرعات ولا مفيش سرعات، أنت اعتدت على الرتم اللي فيه سرعات عن طريق وليد سليمان، لعيب بينقل لك الملعب بسرعة جدا، يعني ممكن تتحول من الدفاع للهجوم في ثواني، في ثانيتين ثلاثة تلاقي نفسك عند ال 18 بتاعة الخصم الثاني، وده حصل في مباراة الترجي، يعني شفنا أكتر من كورة إن النادي الأهلي بيتحول بسرعة جدا عن طريق وليد سليمان للناحية الهجومية، ودي حاجة أنت افتقدتها المباراتين الثلاثة اللي فاتوا، طبعًا فأكيد غيابه هيبقى مؤثر بشكل كبير. كابتن مختار يمكن صعوبة المباراة تكمن في الحتة اللي على الطرف، الحتتين اللي هو بيلعب الحتة دي كويس قوي، إن هو بيعتمد على التحضير القصير أو الاثنين الثلاثة ويلعب على طرفين الملعب ورا الاثنين الباكين اللي بيعتمد عليهم النادي الأهلي، ودي الخطورة اللي بتكمن في الانتاج الحربي مع الفرق الكبير، بيعمل الكلام ده مع الاسماعيلي، بيعمله مع النادي الاهلي، بيعمله مع نادي الزمالك، ان هو بيستغل تقدم الباكين اللي عندك ويلعب عليهم الكرات الطوليه، وبيستغل السرعات اللي موجوده قدام في الاثنين اللي موجودين على الاثنين اللي موجودين على طرف الملعب، او الاثنين الفراوده لو هيلعب بكره ب 4-4-2 كابتن مختار، هو مش هيلعب كده اكيد، هيلعب اثنين على طرف الملعب عندهم سرعه، هو بيحب او بيحب الحته دي كابتن مختار مختار. فالاثنين الميد فيدلرز بكره محتاجين التغطيه السريعه دي، محتاجين انك تغطي بسرعه، الحته دي مهمه جدا جدا عند، لازم يعني اكيد مستر كارتيرون اكيد هينبه وهيتكلم مع الاثنين اللي موجودين في نص ملعب، ان انت حته التغطيه لازم تكون مهمه جدا من الاثنين الموجودين في قلب الملعب يا كابتن، لان صحيح. انت عندك انت الطرفين بتوعك دايما بيزيدوا، فالحته اللي ورا الباك دايما هتبقى فاضيه، ودي اللي بيشتغل عليها كابتن مختار مختار في معظم المباريات الكبيره بتاعته. فطبعا انت بتلعب فرقه كويسه جدا، بتلعب فرقه عندها كوره،
فرقه برضو الانتاج الحربي بتلعب كوره كويسه جدا. صحيح. لو خد منك بيختار لعيبه الكوره. خد بالك يا كابتن سيد، لو خد منك حته نص ملعب لو قدر يضغط عليك وياخد حته نص ملعب تبقى مشكله بالنسبه للاهلي. طيب هوريكم حاجه، كل واحد قدامه نص دقيقه عشان كده خلاص احنا بنخلص، يعني صورتين تعلقهم لي، تعلق حضرتك عليا في نص دقيقه كابتن ماهر وكابتن حشيش وكابتن بلال. اتفضل يا سمير. بص ده عمرو السوليه بعد خروجه من مباراه كامبالا بيعيط، اللي بيفك له الجزمه هشام محمد. نفس البوزيشن، نفس المكان. بص لو تقدر، لو انت بقى يعني لعيب جامد قوي قوي يعني الاثنين مع بعض يا عم. بص يا كابتن، الصوره دي اتكررت قبل كده يمكن مرتين ثلاثه، واتكررت يعني على معظم نجوم النادي الاهلي. يعني شفنا ازارو واخد بالك ومروان محسن. يعني الاثنين بيحيوا بعض وبيساندوا بعض وبيساعدوا بعض كمان في احراز الاهداف، وازاي مروان محسن فرحان بازارو واخد بالك وبيشيله او بيحضنه بشكل جيد. يعني دي كانت البدايه. شفنا صوره كمان يمكن اكرم وعاشور قاعد على الارض واكرم عبد المجيد اهي مخرجنا طبعا. اكرم عبد المجيد زمان دلوقتي في السعوديه. يعني اكرم بيطمن عليه لان زي ما قلت لك ان ده مثله الاعلى، وكابتن فرقه، ويمكن عاشور بيحتضن اكرم بشكل جيد، وهو طبعا اكرم بيحترم. شفت بيحترم يعني، شفت لما هشام مع عمرو السوليه واكرم مع عاشور الاثنين الاربعه، يا سلام عليك يا سمير، مركز واحد الاربعه دول مركز واحد. فده كان بيدل لك اتساب، بيدل على فعلا روح الجماعه. هو ده النادي البطل، هو ده نادي القرن، هو ده فرقه الكوره اللي بطلتنا في لمتنا. بطلتنا في لمتنا اتفضل. بصراحه يعني كلمه بسيطه، اتفضل. روح النادي الاهلي تتمثل في المنظر اللي احنا شايفينه، ومن هنا بيجي مكسب النادي الاهلي. صحيح. ان اللي مع بعض، اللي بيساعدوا بعض في نفس المركز كمان. يعني مفيش حد متضايق من حد، واحد بيتمنى لحد حاجه، بالعكس دي متجذده في ان هو بيساعده اللي في مكانه. فهي دي روح النادي الاهلي، ومكسب النادي الاهلي بيجي من الحته دي. اتفضل يا كابتن. هي دي شخصيه النادي الاهلي المتتاليه يا كابتن سيد. شخصيه النادي الاهلي طول عمرها كده. احنا كنا، انت كنت لعيب في النادي الاهلي الناشئ، تشيل الشنط. صحيح. تاخد بالك وتعلمنا ازاي احنا واحنا صغيرين نشيل الشنط اللعيبه الكبيره ونشيل الكور، وتعلمنا الكلام ده داخل النادي الاهلي، لان احنا عارفين الترتيب والمحبه طبعا. النادي الاهلي دايما اللعيبه بتحبه خالص، بالعكس احنا كنا مبسوطين جدا طبعا. انت اتعلمت كده جوه النادي الاهلي، اتربينا على كده وتعلمنا كده ان اللعيبه كلها بتحب بعضها طبعا، واللعيبه كل لعيب عنده فرصه ان هو هيلعب. يعني المدير الفني هو اللي بيختار، ودي الميزه اللي موجوده في النادي الاهلي. المدير الفني هو اللي بيختار، انت كلاعب بتلعب بتحب زميلك، بتشاركوا لحظات سعادته، بتوسيف في لحظات اللي زي كده، ودي الروح اللي تعودنا عليها جوه النادي الاهلي. طيب في النادي الاهلي انا وانت على ابن عمي، وانا وانت على الغريب، بطولاتنا في لمتنا، القوه في لمتنا، وبطولاتنا كمان في لمتنا. كنت مشرفني كابتن ماهر. شكرا كابتن سيد، شكرا جزيلا، توفيق ان شاء الله. شكرا كابتن حشيش. شكرا سيد، شكرا جزيلا، شكرا بولبول، ربنا يخليك يا سيك. بكره ان شاء الله الرحمن على خير، ميعادنا هيبقى الساعه 7، في مباراتين بكره، بيراميدز مع سموحه الساعه 6، واحنا ان شاء الله الرحمن مباراتنا هتبقى الساعه 9، لكن احنا في ملعب الاهلي قبلها بساعتين هنا معاكم الساعه 7 باذن الله، وملعب جديد ومباراه جديده في الدوري المصري 2018 2019. تصبحوا على خير.